يا صباح الخير والجمال والسعادة على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. نهاركم جميل إن شاء الله، وأهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله حضراتكم هتسعدوا معانا بحلقتنا وبكل ما فيها من أخبار متعلقة بالنادي الأهلي والمنتخب والرياضات العالمية، تغطيات صحفية تلاقي فقرات فنية موجود. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا كريم، والخير والسعادة على حضراتكم جميعا، وحلقة جديدة 10 الصبح في الأهلي. وأكيد بطبيعة الحال بيكون معانا فقرات وضيوف مختلفين، ويمكن النهاردة معانا فقرة مختلفة إلى حد ما عن الفقرات اللي احنا متعودين برضو نعرضها مع حضراتكم، لأن احنا واخدين شوية ربط ما بين الفن والرياضة فيها. بصراحة هي كواليس حكاية، طبعا لو حضراتكم تابعتوا المسلسل حكاية بتقولها ذهب، ده كان ضمن مسلسل إلا أنا الشهير جدا واللي حقق نجاح كبير في الفترة الأخيرة، وهي بتحكي تحديدا عن مسيرة أبطال الرياضة في الأولمبياد، وحينورنا فيها الأستاذ سمير بدير. والفقرة الثانية هيكون معانا الأستاذ أحمد عبد الفتاح نجم الأهلي الأسبق وأكيد أو السابق يعني، معانا طبعا ملفات كتيرة جدا خاصة بالأهلي. بس أنا عايزة أركز شوية على الفقرة الأولى، لأن الفن والرياضة زي ما بيتقال هم علاقة تكاملية مع بعض يا كريم. طبعًا. يعني فعلا الاتنين بيشتغلوا في أي مجتمع، زي ما بيتقال عليهم القوة الناعمة، هم الاتنين ليهم تأثير قوي جدا على المجتمعات. ممكن من خلال الفن أن أنت تعمل فيه رقي أو تظهر الجانب الراقي في المجتمع، والرياضة مفروض أن هي أصلا الأساس في ده، لازم أن هي أو هي بتشتغل على نبذ العنف والتعصب وغيره وقبول الاختلاف، رغم أن في تنافس، بس التنافس مفروض يكون تنافس شريف، تقبل أن أنت ممكن تكسب وتخسر، تشتغل على نفسك وغيره. يعني في حاجات كتيره بتقدمها الرياضه والفن مع بعض، فاعتقد ده ملف مهم قوي. والاثنين بيشتغلوا وبيعملوا شغل زي الفل في مساله ايه؟ تجويد طبائع واخلاقيات الناس. فكره ان انت من خلال رساله دراميه، من خلال قصه حدوته لطيفه جدا، تحطي حافز للمجتمع، تقومي سلوك مش مظبوط، تنتقدي اوضاع مغلوطه ما يستحقهاش المجتمع ده. ده طبعا على صعيد الاثنين الحقيقه، الفن والرياضه، وده اللي مخلي برضو يعني تقدري تقولي دي من ضمن اسباب نجاح الحكايه دي تحديدا من مسلسل الا انا، ان هو عارف يجمع ما بين الاثنين، وده ما بيحصلش دراميا كتير. يعني شفناها قبل كده من خلال ايه؟ اعمال معدوده على صوابع الايدين. فاكر مثلا زي الفيلم بتاع النمر الاسود مثلا، النجم الراحل احمد زكي، يعني ده من الاعمال القليله الى حد كبير اللي جمعت ما بين النقطتين اللي انت اتكلمتي عنهم، وهم فعلا نقطتين في منتهى الاهميه، وعايزين ناكد عليهم مره ثانيه. فعلا فكره ان الرياضه والفن هما الاثنين وجهان لعمله واحده، والاثنين من شانهم ان هما يظبطوا الكثير من الامور المغلوطه في المجتمع، الاثنين قوه ناعمه بالمعنى الحرفي للكلمه. الفقره دي ان شاء الله حضراتكم هتسعدوا معانا بيها، وخصوصا ان احنا هنتكلم من خلالها عن كثير من الامور او التفاصيل المتعلقه بهذا العمل الدرامي، وكمان هيأكد لنا كمان هذا اللقاء أكيد على فكرة إن الاثنين الرياضة والفن ليهم انعكاس إيجابي كبير جدا 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 على المجتمع. مش عايزين نقعد نعيد ونزيد. صحيح. عموما إن شاء الله حضراتكم تتابعوا معانا الفقرة دي، وإن شاء الله لما تتابعوها تجدوا ما يسركم. أنا بتفق معاك جدا، وممكن نضيف كمان إن هنا فكرة برضو الربط ما بين فكرة يعني الأعمال اللي هي، عارف يا كريم، الأعمال البطولية والإيفنتس الكبيرة العالمية اللي مصر بتستضيفها، وكمان مؤخرا لا حاجة كانت في غاية الاحترام، هي دي النقطة. يعني فعلا هنا فكرة إن أنت لما تيجي تتكلم عن استضافة بطولات كبيرة جدا، وكمان اعتلاء يعني أبطالك منصات التتويج في مختلف كمان المحافل الدولية، لا أعتقد دي حاجة كلنا مصريين بنفخر بيها، وكمان العاب متنوعه، سواء انت بتتكلم عن العاب جماعيه او العاب فرديه، ده بيخليك دايما انت عندك كده يعني فخر ببلدك. فكره ان علم مصر يترفع في محافل دوليه مختلفه، يمكن ده شفناه مؤخرا سواء في اولمبياد طوكيو، وشفناه قبل كده برضو، وان شاء الله نحققه مره ثانيه في باريس. يعني احنا كل مره لما بنروح اولمبياد بنحس ان احنا عايزين نحصد المزيد والمزيد من الميداليات، وده بيحصل على فكره، فان شاء الله ده يتحقق ونجمع ما بين فعلا الفن والرياضه ورفع علم مصر في المحافل الدوليه، ده اللي احنا اكيد بنبقى عايزينه من اي يعني تجربه مصر اكيد بتخوضها. تعالوا بقى نخش على موضوع تاني. النهارده ان شاء الله النادي الاهلي عنده مواجهه مهمه جدا مع فريق الاسماعيلي، طبعا الكلام ده بيحصل في اطار الجوله الثانيه من منافسات بطوله كاس الرابطه. موسيماني اعلن بالفعل عن قائمه الفريق اللي ضم 23 لاعب، هم مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، محمود وحيد، محمد اشرف، محمد خليفه نصير، محمد مغربي، عبد الرحمن نجاح، مانو، محمد احمد شرقيه، عبد الجواد، عبد الرحمن، احمد سيد، عبد النبي، كريم فؤاد، احمد اشرف،
محمد محمود، محمد فخري، عمار حمدي، صالح نصر، رأفت خليل، أحمد سيد غريب، وزياد طارق، ومحمد ياسر، وحسام حسن، ويوسف شريف. طبعا حضراتكم أكيد بحكم المتابعة أنتوا عارفين كويس أن الفريق كان اتعادل مع الجونة بدون أهداف في المباراة اللي أقيمت ما بينهم يوم الخميس اللي فات في أول جولة من جولات بطولة كأس الرابطة. وطبعا كلنا بنتمنى لفريقنا النهاردة إن شاء الله كل التوفيق. طيب تعالى بقى نطمن برضو، علشان اكيد اكرم توفيق ناس كتير كانت بتسال عن حالته ايه الجديد. دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق هو طمنا وقال ان هناك تواصل مستمر مع اكرم توفيق لاعب الفريق بعد عودته للقاهره، وبعد ما تعرض طبعا للاصابه بقطع في الرابط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب في بطوله كاس الامم الافريقيه زي ما حضراتكم عارفين. وهو كمان اوضح ان اللاعب حصل على راحه بسبب طول رحله العوده للقاهره، وانه هيخضع للفحوصات او فحوصات طبيه جديده ودقيقة للوقوف بقى على التطورات أو تطورات إصابته قبل البدء طبعا في التجهيز للعملية الجراحية اللي هيجري. كمان الأهلي ترتيبات مكثفة من أجل سفر اللاعبين للخارج لإجراء جراحة الرابط الصليبي ليه. فيعني أعتقد برضو حاجة مطمئنة شوية الإجراءات دي، أو إن احنا نعرف الأبديتس يعني خطوة بخطوة إيه اللي بيحصل. بس إن شاء الله يعني طبعا احنا كنا أصلا مع بداية الموسم يا كريم بنقول إن احنا مش عايزين أي إصابات، ويا رب يعني ما يكتبها تاني. الموسم اللي فات تعبنا من كتر الإصابات والغيابات اللي كانت موجودة، سواء كورونا او يعني حاجات في الملاعب، اصابات ملاعب. فيعني على كل حال واضح ان لا يخلو اي موسم من اصابات فعلا. لا واكرم كمان بحكم انه لعيب راجل قوي وبيلعب بشغف وبيلعب بقلب وبيلعب برجوله، الحقيقه دايما يعني الواحد دايما بيسعد بوجود النمط ده، النموذج ده من اللعيبه اللي فعلا عارفين كويس قوي قيمه وقدر فكره ان هو يبقى لابس سواء تيشيرت النادي الاهلي او تيشيرت المنتخب. فبنتمنى له يا رب ان شاء الله الشفاء العاجل. تعالوا بقى نتكلم عن النادي الاهلي ذات نفسه، واللي دايما كل يوم والتاني يبقى فيه تاتش ما بيثبت لنا ان هو الى اي درجه مختلف ومتميز. شركه الاهلي للخدمات الرياضيه اعلنت عن تنظيم عدد من برامج الرحلات لاعضاء وجماهير النادي الراغبين في السفر الى دوله الامارات الشقيقه لحضور منافسات بطولة كأس العالم للأندية. وضعت الشركة أكثر من برنامج للسفر إلى دولة الإمارات بيحتوي كل منها على العديد من المزايا. بيشمل البرنامج الأول رحلة لمدة 10 أيام 9 ليالي، شاملة تذكرة أول مباراة للنادي الأهلي وتذكرة الطيران وتأشيرة الدخول والإقامة، شاملة كمان كافة الضرائب والإقامة بالمناسبة في فندق 5 نجوم، وطبعا هيكون فيه واي فاي وإفطار، إلى جانب الانتقالات من وإلى المطار، وكذلك انتقالات من الفندق لملعب المباراة، وكذلك العودة، بالإضافة إلى تأمين صحي لتغطية حالات كورونا. وده يعني المسحة دي كمان بي سي آر هتتعمل لهم قبل العودة. وبتبدأ أسعار البرنامج من أقول لحضراتكم بالظبط كام عشان يبقى قيمة مظبوطة، تشمل الأسعار 21,600 جنيه، بينما تتوفر تذاكر كافة مباريات النادي الأهلي بالبطولة بمختلف المدرجات. ويتضمن البرنامج الثاني رحلة لمدة 7 أيام 6 ليالي، تشمل تذكرة أول مباراة للنادي الأهلي وتذكرة الطيران وتأشيرة الدخول والإقامة والضرائب، وهتكون الإقامة في أبو ظبي بفندق 5 نجوم شامل الإفطار والواي فاي، كمان تشمل انتقالات من وإلى المطار وانتقالات من الفندق لملعب المباراة والعودة، وكذلك تأمين صحي لتغطية حالات كورونا مع مسحة بي سي آر قبل العودة. وتبدأ أسعار هذا البرنامج ابتداء من 17,600 جنيه، فيما تتوفر أيضا تذاكر كافة مباريات النادي الأهلي بالبطولة بمختلف الدرجات. طيب ده كلام محترم جدا جدا على فكره. لا حلو التنظيمه دي، حاجه جميله جدا على فكره. انا بتفق معاك طبعا، وهتلاقي في اقبال بشكل كبير أكيد. يعني أكيد. طبعا. طيب خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم بعد كده. وامبارح حقق ليفربول كان فوز كبير جدا على حساب برينفورد بثلاثيه هنا اهداف دون رد. زي ما حضراتكم تابعتوا كان ماتش يعني محترم جدا وكبير جدا. ده كان ضمن مباريات الاسبوع 22 من الدوري الانجليزي الممتاز. ليفربول دخل اللقاء ده في غياب بقى مين؟ عندك مين يا كريم؟ غايب محمد صلاح، ساديو ماني، ونابي كيتا، ده بسبب المشاركه طبعا في امم افريقيا، وكمان غاب تياجو الكانتارا بسبب الاصابه. المره دي بتعد المره الاولى اللي بيغيب فيها صلاح وماني عن ليفربول في مباراه واحده، ده من عام 2017. وبالمناسبه كمان خليني اقول لحضراتكم الثنائي صلاح وماني سجلوا تقريبا كده بلغه الارقام 48% من اهداف الفريق في الدوري، ده بدايه من موسم 2017 2018. كان في بوست كده من كام يوم، يعني انا مش عارف شفتيه ولا لا،
وانا مش مالي ايدي قوي من حجم الدقه اللي فيه او مدى صحته، بس المفروض ان البوست يعني بيقول ان اتسال المدير الفني لليفربول عن ساديو ماني تحديدا ومحمد صلاح، ان انت هتفتقدهم الى اي درجه؟ فبرضه ارجع اقول لك الله اعلم الكلام ده حصل ولا لا، بس يقال طبقا للبوست ان هو رد وقال والله انا هفتقد ساديو ماني، محمد صلاح مش هلحق افتقده قوي لان هو غالبا هيلعب 3 مباريات ويرجع. اوكي. فاهمه الاسقاط اللي يعني احنا مش مطولين في امم افريقيا. مش حلو. بس الله اعلم الكلام ده صحيح ولا لا. طيب احنا هنروح فاصل سريع جدا، اخبارنا اكيد لسه ما خلصتش، هنرجع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخلينا بقى نروح دلوقتي سريعا نتابع آخر استعدادات الأهلي لمباراة الإسماعيلي من مقر إقامة الفريق، ومرسلنا العزيز محمد توفيق. يا توفيق صباح الخير عليك طبعا، ومصبح لك أنا وكريم، ودلوقتي كل جماهير 10 صبح في الأهلي أكيد متابعينك، عايزين نعرف منك الكواليس طبعا والاستعدادات، خلينا نطمن كمان على الفريق، تفضل يا توفيق. صباح الخير يا هواند، صباح الخير يا كريم، تحياتي لكم كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي وبرنامج 10 الصبح في الاهلي في كل مكان. بالفعل معاكم من هنا من محافظه الاسكندريه وبالتحديد مدينه برج العرب من داخل فندق اقامه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. يمكن اجواء ممطره هنا وشتويه بارده جدا، يمكن طوال ليله امس كان في امطار على مدينه الاسكندريه، ويمكن صباحا كمان دلوقتي حالا وانا بكلمكم كان لسه في مطر، ويمكن المطر مستمر من خلفنا في الكادر معاكم. يعني ان شاء الله تكون امطار خير، وان شاء الله تكون فعل خير على جماهير النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي النهارده، ويقدر يحقق الفوز في مباراه الجوله الثانيه من المجموعه الثانيه لكاس رابطه الانديه المحترفه، مباراه الاهلي والاسماعيلي، واحده من كلاسيكيات الكره المصريه ومباريات القمه بغض النظر عن البطوله. هي اول مره يتم فيها هذه البطوله، انها البطوله الاولى من نوعها، ولكن طبعا بغض النظر عن ترتيب النادي الاسماعيلي كمان في الدوري، تبقى مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراه هامه بين فريقين كبيرين ان شاء الله نستمتع بها في الملعب النهارده، وتكلل ان شاء الله بفوز النادي الاهلي وحظ 3 نقاط اللي يرتفع رصيده ل4 نقاط، وان شاء الله يكون في صداره المجموعه. يعني خلينا كمان يعني زي ما قلنا يمكن درجه الحراره النهارده لا تتعدى ال10 درجات مئويه، نتمنى ان شاء الله يعني مع بدايه المباراه ما يتمش تاثير ارضيه الملعب بهطول الامطار منذ امس ان شاء الله. يعني ملعب برج العرب يمكن الملاعب كويسه جدا هنا في مصر، ويمكن بيتم تغطيه الملعب نظرا للظروف الجويه في هذا الوقت من العام في كل عام، ان شاء الله يكون ارضيه الملعب تساعد الفريقين على اداء مباراة كويسة بإذن الله. يمكن كمان عايزين نتكلم يمكن النادي الأهلي اختتم استعداداته أمس في ملعب مختار التتشم، كان التدريب كان الظهر أمس، بعد كده الفريق توجه بقائمة مكونة من 23 لاعب اللي ذكرتوها في بداية البرنامج إلى مدينة الإسكندرية. يمكن أول مستر بيتسو موسيماني أول ما وصل كان في محاضرة فنية للاعبين اجتمع بينهم في 7 مساء، يمكن اتكلم عن كل النقاط الفنية الخاصة بالمباراة والتكلفات اللي هيكلفها اللاعبين. يمكن كابتن صلاح حفيظ كمان شد من أزر اللاعبين وقال لهم يعني دي فرصتكم، مباراة كبيرة أمام النادي الإسماعيلي عشان تعبروا عن نفسكم، والنادي الأهلي زي ما بنقول النادي الأهلي بمن حضر. يمكن كمان تناول الفريق وجبه العشاء في تمام 7:30، وبعد كده كان في التزام تام من جميع افراد البعثه بالخلود للنوم والراحه في غرفهم. يمكن اليوم النهارده بيبتدي ان شاء الله هيبقى في وجبه غدا الساعه 11 باذن الله للفريق، بعدها مستر بيتسو موسيماني هيعمل المحاضره الفنيه للمباراه في تمام الساعه 10:30، بعد كده هيكون التحرك من فندق الاقامه هنا في الواحده الا 10 دقائق، والملعب يعني ملعب برج العرب لا يبعد سوى 10 دقائق من فندق الاقامه هنا القريب جدا من ملعب المباراه. طبعا زي ما اتكلمنا عن اهميه المباراه خاصه انها مباراه جماهيريه ما بين فريقي الاهلي والاسماعيلي، يمكن القائمه باستثناء 3 لاعبين من الكبار لكن القائمه بالكامل من فريق الشباب بالنادي الاهلي، نتمنى ان شاء الله انها تكون فرصه للجيل دوت ان هو يعبر عن نفسهم، وكلنا ثقه فيهم وكل جماهير النادي الاهلي ثقه في ولاده ان الاهلي بمن حضر، وكل من انتدى التيشيرت الاحمر تيشيرت النادي الاهلي ان شاء الله يكون قادر على تمثيله ويعني التعبير عن مكانه ومكانه وقيمه النادي الاهلي، وتحقيق 3 نقاط ان شاء الله النهارده تكون انطلاقه كبيره جدا لهذا الجيل من اللاعبين، وان شاء الله يكملوا على الضرب وعلى طريق من سبقوهم من نجوم الاهلي العظام. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، احراز 3 نقاط والفوز دائما للنادي الاهلي. الكلمه ليكم. يعني انا بضم صوتي لصوتك، واعتقد كل جماهير الاهلي بتضم صوتها ليك يعني يا توفيق، ان شاء الله ترجعوا لنا منصورين زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي. شكرا ليك جزيلا. شكرا. عايز اقول لك ده احلى وقت تنزلي فيه اسكندريه على ذكر الجو والدنيا. بص كنا بنتكلم انا وانت عن الفيو ورا زميلنا يعني توفيق، حاجه جميله جدا. انا بحب اسكندريه، انت من اسكندريه اصلا؟ صح. طبعا. اسكندريه جميله جدا، من المحافظات بجد اللي الواحد يحب يروحها صيف وشتاء، بس الشتاء اكتر. ما هو مش كل الناس بقى عارفين التفصيله دي، خلي بالك معظم الناس او معظم القاهريين بصفه خاصه متعودين ان اسكندريه هي مكان للمصيف، صحيح، مش واخدين بالهم من اسكندريه هي مشتى رائع وخلاب وتتغسل فيه نفسيتك كده تحت المطر وانت واقفه
الكورنيش ومديه ظهرك للشارع بالناس بالعربيات ومش شايفه على حدود رؤيتك غير البحر بس. ولاضم كده ساعات بيبقى في اجواء الشتويه تبقى السماء لونها رصاصي والبحر لونه رصاصي لاضمين في بعض في فيو خلاب بالمعنى الحرفي. وعندكم اماكن بقى خروج حلوه برده في الشتاء؟ مطاعم وحاجات زي كده كتير كتير. لان معظم انا لاحظت معظم المطاعم عندكم اوبن اير يعني مفتوحه، فده يمكن في الشتاء يبقى صعب شويه. لا بس وفيها غيرها كتير يعني. اسكندريه مليانه بعدين احلى بقى سمك وجمبري. أيوة واحلى طبعا. اجواء بحريه وكبده على فكره. انا سمعت الكبده والحلو عندكم كذا حد بتاع بص حاجات. الاكل عموما في اسكندريه على مزاجك يعني، بس انت انزلي وان شاء الله تجدي ما يسرك. طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريده البوابه نيوز وزميلتنا العزيزه سالة حامد اللي هنتابع معاها اخر الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير. طبعا في البدايه برحب بيك يا كريم، واكيد برحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل سامعينك يا سالة اتفضلي. انا مش عارف هل صوتنا واصل لك يا سالة ولا عندك كده. طيب على كل الاحوال خلينا نحاول يعني نوصل مره ثانيه لزميلتنا العزيزه سالة حامد. واضح ان في مشكله تقنيه ما، بس خليكي معانا كده كده ما تروحيش في حته. دي تفتكر ليه علاقه بالارصاد؟ عكوسات، هنقول عكوسات. عكوسات ايوه بيحصل كل فتره في حلقه كده لازم فيها عكوسات، والله دي حقيقه. لا بس بالنسبه للجو احنا امبارح انا كنت عايزه اتكلم معاك في النقطه دي. دكتور منار كانت امبارح بتقول لنا على فكره ان بدايه من امبارح يعني هيكون الاجواء وحشه جدا او يعني مش مستقره وشتويه. فامبارح لاحظت ده، اصلا نزلت بالليل فانا شفت ده. انا ما حسيتوش بالليل، بس النهارده كان الدنيا ماشي حالها قوي بالمقارنه باللي انا توقعته. بجد؟ والله يعني الجو ادفى من الانطباع اللي انا اخدته بعد مكالمتنا معاه. يعني انت اصلا ساكن في التجمع ده، المفروض الشيخ زايد والتجمع اكتر مكانين. لا ما بالليل كده كده بصي بالليل كده كده الجو رصاص، بيسموها التجمد الخامس عشان كده على فكره. ايوه لا بس الجو فعلا كان صعب. طب هل رجعت لنا سالة مره ثانيه؟ لا واضح ان لسه هنحاول يعني نوصل لها مره ثانيه ان شاء الله. طيب خلاص خلونا نكمل مع حضراتكم، نحاول نعود مره ثانيه لزميلتنا العزيزه اكيد سالة حامد. طيب هنجرب كده مع بعض المره دي ونشوف هتظبط معانا ولا لا. ان شاء الله خير. ان شاء الله تكون معانا الزميله العزيزه سالة حامد، هي موجوده حاليا في مقر جريده البوابه نيوز. سالة صباح الخير عليكي واتمنى تكوني سامعاني. صباح الخير يا كريم، طبعا في البدايه برحب بيك واكيد برحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد واكيد حلقه جديده من 10 الصبح بالاهلي وجوله صحفيه جديده، ولكن النهارده ان شاء الله هتكون زي ما انت قلت يا كريم من يعني جريده البوابه نيوز، هكون معاكم عشان انقل لكم اهم الاخبار الرياضيه سواء في الصحف العالميه او كمان المحليه. وطبعا هبتدي معاكم باول خبر النهارده من البوابه نيوز. غينيا الاستوائيه تهزم الجزائر وتفجر اكبر مفاجات كاس افريقيا. يمكن طبعا زي ما كلنا شفنا امبارح المباراة طبعا اللي جمعت ما بين الجزائر وغينيا الاستوائية، يمكن فاز منتخب غينيا الاستوائية على الجزائر بهدف بدون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، واللي أحرز طبعا الهدف اللاعب غينيا وهو ستيفان أوروسكو في الدقيقة 71. كمان الخبر الثاني معانا النهارده من الشرق الاوسط، تونس تسحق موريتانيا وتجدد املها وخطا حارس كوتيفوار يمنح سيراليون تعادلا قاتلا. يمكن برضو يعني من ضمن المباريات اللي كلنا شفناها امبارح جددت تونس املها في التاهل لثمن نهائي كاس الامم الافريقيه لكره القدم بانتصار ساحق على موريتانيا برباعية نظيفة في الجولة الثانية في منافسات المجموعة السادسة، واللي شهد التعادل كمان يعني غامبيا ومالي 1-1 يعني لكل منتخب ليقتربا سويا من الدور الثاني. كمان كلف يعني خطأ حارس كوتيفوار في تعادل منتخب بلاده أمام سيراليون بهدفين يعني لكل منتخب، يعني كانت النتيجة 2-2 بعد ما خلصت المباراة بالمجموعة الخامسة. كمان الخبر الثالث معانا النهارده من موقع يلا كوره، الموعد وكيفيه المشاهده، كل ما تريده معرفته عن حفل الافضل في العالم بتواجد صلاح. يمكن النهارده طبعا ان شاء الله الكل مستعد والكل عايز يتفرج على الحفل النهارده، يكون حفل اختيار الافضل على مستوى العالم. اول طبعا حفل يعني زي ما احنا كنا عارفين اسمه حفل ذا بيست، وده هيكون تحت رعايه الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بوجود المصري محمد صلاح للمنافسه على جائزه الافضل لاعب في العالم. كمان خليني افكر الساده المشاهدين انه يعني القائمه النهائيه اللي تم اختيارها
يعني عشان تنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم. هم ثلاث لاعبين، المصري لاعب ليفربول محمد صلاح، واللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وأخيرا اللاعب البولندي روبرت ليفاندوسكي، وهو طبعا مهاجم بايرن ميونخ. آخر يعني تم اختيار آخر ثلاث لعيبة دول عشان ينافسوا على جائزة الأفضل في العالم. كمان حفل ذا بيست هيقام افتراضيا عبر الإنترنت بدون الحضور في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في مدينة زيوريخ السويسرية، والحفل هيذاع في 8 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وهيشهد توزيع الجوائز أهمها أفضل لاعب في العالم وأفضل أيضا لاعبة في العالم، أفضل مدرب ومدربة في العالم، وكذلك أفضل هدف. كمان الخبر الرابع معنا النهارده من الرياضيه، كاس الخامسه مع الريال. يمكن طبعا الخبر اللي يعني كل مشجعي ريال مدريد امبارح يعني شافوه طبعا واتبسطوا بيه، انه يعني امبارح حقق نادي ريال مدريد مساء امس في الرياض نهائي كاس السوبر الاسباني للمره ال 16 في مقابل يعني طبعا او كان امام نادي اتلتيك بلباو للمره الخامسه، وكانت المباراه دي على ملعب استاد الملك فهد الدولي. يمكن كمان يعني حسم نادي ريال مدريد المباراه بفوز بنتيجه 2-0 على نادي اتلتيك بلباو، ويعني الاحرز الهدفين للريال مدريد. يمكن افتتح الكرواتي لوكا مودريتش التهديف في الدقيقه 38، وكمان الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يعني سجل الهدف الثاني في الدقيقه 52 من ركله جزاء. يعني طبعا يا كريم ونهاوند كانت كل الاخبار يعني الرياضيه في الصحف العالميه وكمان المحليه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمة ليك يا كريم، تفضل. كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه سارة حامد، شكرا على هذه التغطيه المتميزه. طيب من الحاجات قبل ما نطلع فاصل اللي اتبعتت جميله جدا وعجبتني يا كريم، عايزه برضو اقولها لحضراتكم، الافكار يعني بتاعه المشاهدين متابعي البرنامج اللي احنا طلبنا منكم تبعتوها لنا. كان حد بيقول وانتوا ليه مش بتطلعوا من اماكن مختلفه؟ الحلقه تبقى من اماكن مختلفه، محافظات مصر الجميله المختلفه، خصوصا ان التوقيت ده عندك يعني زي الاقصر وشرم والاماكن اللي زي كده واسوان، برضو الجو فيها مازال حلو. فكره حلوه جدا، واحنا يعني ما عندناش مشكله، بس دي طبعا محتاجه ترتيبات ومحتاجه يعني موافقه من الاداره، لكن احنا هنعرضها على الاداره ونشوف. بس هي فكره حلوه برضو، ممكن حلقه كده حلقه نهايه الاسبوع نطلع من ممكن محافظه. بس لو كل يوم من محافظه، لا لا مش للدرجه دي. انت فاهمه طبعا جراء هذا الامر يا يعني الدنيا عامله، هنحاول كده مره. بس فكره لطيفه من حيث المبدا، هي فكره لطيفه يعني كريم اصلا بيبقى من مشوار التجمع اللي زايد هنوديك الاقصر. فاصل سريع هنرجع نكمل مع حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وبنبتدي بقى معاكم اولى فقراتنا الحواريه. كنا بنقول في الانترو بتاع حلقه النهارده ان الفن والرياضه هما بالفعل وجهان لعمله واحده. القوه الناعمه فعلا يعني شيء مهم جدا، لما يكون عندك ابطال وبطلات حققوا انجازات يعني بعد رحله صعبه جدا كلها مجهود وكلها معاناه وكلها تحديات وصعاب وعوائق الى اخره. الرحله دي كلنا تعرفنا عليها من خلال مسلسل الا انا، حكايه بتقلها ذهب واللي نال استحسان كل الناس، والناس كتير جدا الحقيقه كان ليه نسبه مشاهده عاليه جدا جدا، واللي طبعا هذا العمل عرفنا بمشوار ثلاث بطلات هم هدايا ملاك بطله التايكوندو، وسمر حمزه بطله المصارعه، وفريال اشرف بطله الكاراتيه. هنتكلم عن هذا العمل الفني، وكان كمان هنتكلم تحديدا عن دور طبيب هدايا اللي انقذها من مشاكل صحيه ونفسيه واللي جسد دوره ضيفنا اللي منورنا في حلقه النهارده الفنان سمير بدير. صباح الفل على حضرتك. صباح النور يا اهلا بيك، منورنا ومبروك المسلسل الجميل. الله يبارك فيكم، شكرا جدا. يعني طبعا منورنا، وجماهير الاهلي كلهم دلوقتي اكيد اللي حتى مش بيتابع دلوقتي هيتابع على اليوتيوب على الصفحه، فيعني احنا سعداء بحضرتك، وموضوع حلو جدا وفكره جديده ان هي تطرح برضو، والتركيز على البطلات الرياضيات المصريات دي حاجه يمكن مؤخرا بقت حتى الدوله مركزه معاها بشكل كبير جدا وغيرت ثقافه المجتمع فعلا. خليني اروح مع حضرتك بس نعرف الكواليس بتاعت البدايه، فكره اصلا عرض الدور عليك، يعني شفت الموضوع ازاي؟ طيب خليني اقول الاول ان انا ماما امبارح وهي بتقول لي انت رايح فين بكره الصبح؟ انا رايح البيت، عشان انا اهلاوي متعصب جدا، فانا فرحان اني موجود في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. واي اهلاوي هيبقى شايف ان قناه النادي الاهلي هي بيته، وفرحان ان انا موجود مع حضراتكم طبعا في البرنامج الجميل دوت اللي احنا كلنا متابعينه. طيب بدايه الدور جالي ازاي؟ انا بعد قصه ويبقى الاثر
اللي كان مشارك فيها استاذ كريم اللي عدى فيها عديت فيها كنت تعاونت مع استاذ احمد يسري قبليها فيلم اسمه ريتسا وفي يبقى الاثر، فالحمد لله سبت اثر كويس كده في المسلسل. فكان كلمني على شخصيه غير دكتور يحيى خالص. انا كنت اقدم شخصيه كابتن طلبة مدرب سمر، وابتديت احضر فعلا للشخصيه واجهز للشخصيه لغايه قبل التصوير ب 48 ساعه. ويمكن استاذ كريم عشان معانا في الجزئيه دي في الفن فبيبقى فاهم الحاجات ان ممكن يحصل تطورات وتغيرات على الهواء والكلام ده كله. فجالي الدور مفاجاه طبعا، ما كنتش لسه محضر، ما كنتش اي حاجه، بس الحمد لله حاولت ان انا اجمع نفسي كده ان هو من الابطال الرئيسيين في العمل طبعا. فالحمد لله انها جت سليمه. يعني جهزت نفسك لدور وقبلها ب 48 ساعه دور ثاني خالص. رحت لدور ثاني خالص. طب كويس. دي بقى ضربات قدريه، بس حلو ان هي ظبطت يعني. الشخصيه حلوة جدا، ثرية جدا، غنية جدا، وتشافت والناس كلها حبتها وتعلقت بيها وأرجعت إليها برضو جزء كبير أو جانب من الفضل على فكرة وانعكاسات طبعًا. اللي هو عمله معاها طبعًا. على اللي هي حققته كمان من إنجازات. أولا بس عايز يعني أتوقف اللحظات عشان أوجه تحية للأستاذ أحمد يسري المخرج الجميل، واللي كنت لسه حتى أنا وإنت بندردش قبل هو أقول إن هو فعلا شخصية محترمة جدا وفنان قوي وحساس قوي وعينه حلوة وكادراته حلوة وإضاءاته حلوة، فكل التحية ليك لو كنت بتتابعنا صباح الفل عليك. نرجع بقى لهذا العمل واللي ما شفناش زيه قبل كده، يعني فكرة إن أنت تجسد بطولات لأبطال سواء أولمبيين بارالمبيين، الفكرة نفسها ما حصلتش حتى دراميا كتير. كنا بندردش أنا ونهواند في أول الحلقة قلنا مثلا حصلت كذا مرة على استحياء منهم مثلا النمر الأسود للفنان أحمد زكي، لكن دراميا ده ما تحققش كتير. فهل ده كان من ضمن عناصر الجذب بالنسبة لك للمشاركة في العمل؟ أنا من أول ما سمعت القصة من أستاذ أحمد يسري أنا تشجعت جدا. أنا حسيت أن الموضوع دوت ما هوش أي موضوع تاني إحنا ممكن نقدمه. في مشهد في الحلقة الأخيرة كنت أنا والدكتور أيمن الشيوي الفنان الجميل دكتور أيمن الشيوي بيقول على لسانه أو على لسان الشخصية إن الدولة شايفة إن دي النماذج اللي لازم الناس تشوفها، هي دي النماذج اللي ينفع يبقوا قدوة، مع احترامي الكامل للعبة الكورة والفنانين أو الكلام ده كله، بس إحنا لما قربنا من البنات دول يعني سمر حمزه كانت موجوده معانا طول ايام التصوير. سمر جميله، جميلة. وبنت كانت معانا استضفناها قبل كده، شخصيه جميله حتى يعني قعدنا نقول لها فكره ان تقبل المجتمع والمصارعه وبتاع، لا 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 مفيش الكلام ده، الثقافه دي اتغيرت. البنت صارعت وعملت مجهود عشان صح. توصل لدوت، فكان لازم الناس تشوف ده، لازم الناس تشوف ان في بنات تقدر تنجح، تقدر تقدم مجهود كويس وتاخد ميداليات في العاب فرديه، العاب قتاليه كمان طبعا. فانا شايف ان انا نفسي بنتي بعد ما اتفرجت على المسلسل قالت لي بابا انا مش هرجع باخد دروس تدريبات الكاراتيه تاني. ما هو ده بقى الانعكاس الفن والرياضه واللي احنا انا وكريم كنا بنتكلم عنه في بدايه الحلقه، لازم يكون في يعني امباكت حلو او اوت كام حلو من الحاجه اللي احنا بنشوفها او بتعرض في الفن طبعا. وكمان الميكس ما بين الرياضه والفن، شوف قد ايه يعني ده كده بنت حضرتك، شوف كام واحده تانيه ممكن فعلا الموضوع ياثر صحيح. حاجه لا حاجه محترمه اكيد طبعا. جدا بس كان ليك بقى لقاءات مع الشخصيات الحقيقيه طبعا. يعني خلينا نعرف. طيب اول صدام كان بيني وبين شخصيه حقيقيه هو الشخصيه اللي انا بعملها اصلا. ايوه طبعا. وانتوا استضفتوا الدكتور حسن طبعا. هو مؤلف العمل وهو دكتور يحيى الحقيقي، وعلى فكره هو يحيى هو ما سماش الشخصيه باسمه تيمنا بابنه يحيى حسن بطل مصر في التايكوندو اللي كل الناس متنبئه له انه هيكون من الابطال الاولمبيين الفتره اللي جايه. ولد محترم جدا متفوق في دراسته، ووالده كمان مجتهد معاه قوي في موضوع التايكوندو. فده كان اول الشخصيات. قابلت شخصيه عزيز اللي قدمها الفنان ايمن الشيوي صاحب شركه روابط اللي هم الرعاه اللي معانا في المسلسل. قابلت كابتن طلبة الحقيقي سمر هدايه كان كولز مش ما تقابلناش كتير. فريال كانت مع هند عبد الحليم معظم الوقت في تصوير المشاهد بتاعتها. فبامانه انا هم كمان قدموا لنا دعم جامد جدا. بالمناسبه يعني الفنانات بقى اللي لعبوا دور الشخصيات الحقيقيه، اصل هم مش جايين يعني يعملوا دور عادي، ده دور برضو ايه هنشوف من خلاله اماره لكونهم بطلات طبعا. وخصوصا في الرياضات القتاليه. طب يعني تم تجهيزهم ازاي؟ يعني ازاي صناع العمل اتعاملوا مع
فنانات بعيدات عن الرياضة أو عن النوع ده تحديدا من الرياضة، ومطلوب منهم يجسدوا شخصيات بطلات في الرياضة دي. يمكن كان هالة شوية اللي قدمت شخصية سمر حمزة. هالة من النوع اللي بيحب الرياضة وبيحب الجيم والكلام ده كله، بتمارس الرياضة بشكل كويس، فده سهل عليها شوية. أوكي. إنما إحنا كان يوم سارة عبد الرحمن اللي قدمت دور هداية أو هند عبد الحليم اللي قدمت دور فريال مقسوم لعشرين ساعة تقريبا تصوير في اليوم، عشان احنا بنعرض والاربع ساعات احنا بتتدرب، احنا ما كناش بننام تقريبا، وانا كنت ببقى موجود عشان بشوف لو حصل حاجة هو الدكتور بيميد ايده ازاي، بيعالج ازاي، بيتكلم ازاي، بيتصرف ازاي، مش يعني. دكتور طبيعي، هو دكتور متخصص طبعا. في نوع معين طبعا. فكان لازم ان احنا نقدم المحتوى بشكل جيد وبشكل صحيح، لان احنا كنا متأكدين ان 90% من الرياضيين او المهتمين بالالعاب دول الالعاب ديت هيبقى متابع للعب طبعا اكيد، فما كناش عاوزين يقول لا ده بيتصرف غلط او البنت دي رفعت رجلها غلط طبعا. او اللعبه دي كان غلط، والحمد لله ان ربنا انقذنا من هذه المشكله يعني. هي. حلو جدا. استكمالا للسؤال كريم، برضو الشق الاخر مش فكره بس الاستعدادات، لا فكره هنا الكواليس اللي احنا ما نعرفهاش. احنا شفنا بطلات في الاخر وجابوا ميداليات وجم، بس بقى الرحله اللي فيها ابس اند داونز وتحدي وغيره، فدي بقى اللي احنا كنا عايزين برضو نسمعها من حضرتك بحكم تعايشك معاهم كابطال حقيقيين او حتى في المسلسل. كل حرف اتكتب يمثل من 10 ل 20% من الاحداث الحقيقيه، لان احنا ما بنيجي نعمل دراما ما بنقدرش نسرد الواقع بكل تفاصيله، يعني تفاصيله كتيرة جدا. يعني أنا مثلا لما جي الجزء بتاع فكرة إن هدايا لازم تغير الميزان بتاعها من 57 ل 67 بعد ريو. فسألت دكتور حسن أنت ليه كنت مصمم إن هدايا تطلع ل 67؟ قال لي عشان وهي بتخسس أوكي فبتفقد الدهون اللي في جسمها، فبيحصل لها حاجة اسمها هشاشة عظام. هشاشة عظام، البنت كان عظمها فعليا بيتكسر هدايا فعليا، عشان هي كانت متخيلة مش هتقدر تكسب غير في 57. ده تحدي تاني. هدايا ملاك دي بطل عظيمة، وحققت فيه بطل عظيمة في وزن وحققت في 67 كمان. وكان تحدي رهيب لولا برضو شركة روابط والاتحاد المصري للتايكوندو وال مش عاوزين نقول اسماء السبونسرز السبونسرز وكان كل الا لو هيبقوا معانا سبونسر يعني يا ريت. اوكي لولا الناس ديت ان هم دفعوا فلوس كويس جدا، معسكرات بره، مش معسكرات، هدايا قعدت 3 سنين بره في صربيا مع منتخب قوي جدا، كانها عضو في المنتخب دوت، بتتدرب بتلعب، وهو دوت اللي خلاها في الاخر انها زي ما جابت ميداليه في 57 جابت ميداليه في 67، وده كان صعب جدا. وقيس على دوت بقى مواقف كتير طبعا. في ريال لولا الاهتمام المؤسسه العسكريه في ريال، ما الكاراتيه ما كانش موجود في الاولمبياد، لا يعني حاجات كتيره جدا. طب احنا عايزين بقى نتعرف اكتر على حضرتك شخصيا، يعني خلفيه كده بسيطه وبداياتك الفنيه. انا طول عمري كنت بحب المسرح، وما كنتش بركز خالص فكرة الميديا أو السينما أو التلفزيون أو الكلام ده كله، لغاية ما جه صديق ليا أنا بعتبره العراب بتاعي، مساعد مخرج اسمه مؤمن حجازي، اسم موجود في السوق طبعًا. اسم محترم يعني طبعًا. قال لي سمير لا أنت لازم تمثل في التلفزيون. طب أعملها إزاي؟ قال لي خلاص ماكش دعوة، رشحني الأستاذ خيري بشارة في فيلم في مسلسل الطوفان، رحت عملت حلقتين فلقيت استاذ خيري قال لي انت شاطر. طب كويس ده استاذ خيري بشاره، ده خبر جميل بشاره يعني، فالموضوع كويس. وتوالت لغايه ما عرفني على المخرج الجميل صديقي الشخصي استاذ تامر حمزه، ومن هنا بقى ابتدت مع استاذ تامر الاب الروحي قيد عائلي، مساحاتي ابتدت تكبر لغايه ما تعرفت على استاذ يسري وابتديت مع الرحله برضو ومشي حلو جدا. احنا معنا بقى على التليفون دكتور حسن كمال كاتب السيناريو وحوار يعني خلينا بتقولها دهب طبعا. خلينا نرحب بحضرتك طبعا في البدايه، وفكره رائعه، وعايزين نعرف ان حضرتك اصلا جات لك ازاي. صباح الفل عليك. صباح الفل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا، ازيك يا استاذ كريم؟ صباح الفل يا فندم. صباح الفل. صباح الفل، ومليون مبروك النجاح المدوي لهذا العمل. الله يبارك والانطلاقة الفنية الجامدة لحضرتك شخصيا، مليون مبروك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك، ألف شكر، ألف شكر. كنا بنتكلم بقى على فكرة البداية جت ازاي والفكرة جت ازاي، وهل في الفترة الجاية إن شاء الله برضو أعمال في نفس السياق ده كده؟ بص، هو احنا يمكن احنا التقينا، معرفش أنت فاكر ولا لأ، قبل الأولمبياد
انا كنت رئيس البعثه الطبيه في الاولمبياد اللي فاتت. تمام تمام. قعدنا مع بعض كده عملنا حوار في البرنامج عن التجديدات بتاعه الكورونا والطبيعه بتاعه البعثه الطبيه. تمام تمام. والحقيقه انا في الاصل روائي وكاتب من سنين طويله يعني، فانا كنت دايما بقول ان فكره الرياضه تحويل دراما الرياضه لدراما حقيقيه توصل للناس هي فكره في منتهى الصعوبه. طبعا صحيح. محدش بيحاول يقرب لها لان دايما بيترد عليك يقول لك يا عم الناس انت بتخاطب جمهور مختلف، بتخاطب ربات المنازل، بتخاطب السيدات، فالميل اكتر للمواضيع الاجتماعيه يعني. فانا عملت روايه، عامل روايه اسمها نسيت كلمه السر عن بطل رياضي، قصه حياه بطل رياضي قبل كده. دي يمكن كانت اول روايه تخش في هذا الموضوع برضه، كان بطل اولمبي كتير. وبعدين جالي مكالمه من صديق بقى اللي هو الشركه الراعيه للاعبات الثلاثه. قلنا اسباب بتاع 14 مره. خلاص انا قلت كل حاجه يا دكتور خلاص. شفت انا نصح. اتفضل يا فندم. وبعدين قال لك ان في شركه انتاج مهتمه انها تعمل قصه بطله من البطلات، مش عايز اقول انهي بطله فيهم بقى. فقعدت مع شركه الانتاج قلت له لا انا مش هقدر اعمل واحده، لان انا عايز ادمج اكتر من واحده عشان اقدم لكل شرايح البيوت المصريه ما يناسبها في قصه رياضيه واحده. فاخترت ان انا ادمج قصه فريال وقصه هدايه وقصه قمر مع بعض لاختلاف الخلفيات الاجتماعيه والخلفيات التعليميه والخلفيات الثقافيه، ولكن هم اجتمعوا على حب الرياضه وحب البطوله فحسيت انها هيقدم مزيج كويس جدا. بس عملت المعالجه وقدمتها للشركه، الشركه اتحمست جدا جدا يعني وبدانا نشتغل. جميل. طب خلينا نعرف من حضرتك يعني، طبعا الموضوع برضو زي ما انا وكريم كنا بنقول الموضوع جديد، مش اول مره يعني، مش لا يعتبر اول مره نشوف كمان التركيز او الفوكس على بطلات يعني. كنا بنشوف ممكن امثله كوريه شويه ابطال يعني رجال، لكن فكره هنا تغيير الثقافه برضو. المردود حضرتك كنت متخيل ان هو هيكون بهذا الشكل؟ الناس هتكون متقبله ده؟ التاثير هيكون بهذا الشكل فعلا؟ بس المردود ما كنتش متوقعه كده خالص حقيقة يعني. انا كنت واخد الريسك وبقول لا انا عايز اعمل حاجه معينه، اقدم حاجه معينه. والمردود بقى ده بتاع ربنا يعني، لكن كنت متوقع ان يكون في شويه يعني قبول غير المتوقع. الناس متوقعه ان لا محدش هيتفرج وبتاع، لكن انا كنت متحمس للفكره. اللي انا عايز اقوله ودي دايما حاجه انا بقولها في كل حته يعني، ان البنات والسيدات في الرياضه اكثر التزاما وانجازا في هذه المنطقه من العالم. شهاده محترمه جدا. صح. أنا صح يا دكتور. شباب سنين طويله جدا ان الشباب بتحتاج مجهود كبير جدا عشان تحطهم في اطار الالتزام الدائم ونخليه دايما مركز. البنات الابطال في الاصل مركزين. ده غير التحديات اللي بتقابلهم، غير يعني الكواليس بتاعت تكوين البطله نفسها بتهيالي بتبقى اصعب، فيها تشالنج اكبر من البطل يعني. واعتقد ده حضرتك صورته برضو من خلال مسيره حياتهم في المسلسل شفناها يعني. طبعا على قد ما قدرت الوقت كان يعني، احنا برضو بنتكلم على 10 حلقات ثلاث بطلات، لكن على قد ما قدرنا حاولنا نبين للناس قد ايه البنات بيمروا ب يعني تحديات، ما بين النظرة الثقافية والمجتمعية لبعض الناس، ما بين ان الابطال دايما بيجوا عادة من مستويات مختلفة، بعض المستويات لا تقبل الرياضات دي في المكان ده. ويعني انا حاولت يعني البيوت، الدراسة، التعليم، الجواز، الحقيقة الموضوع مركب جدا يعني. طيب الى اي درجة الفنان الجميل سمير بدير قدر يعكس كل اللي حضرتك كنت كاتبه بقى على الورق؟ بس هو الاستاذ سمير طبعا هو حبيبي يعني، هو يعني مفاجاه العمل الجميله يعني. هو الحقيقه خد الشخصيه بتفاصيلها في حته مزج ما بين ورؤيته الشخصيه هنا هو وما بين الورق وما بين احتكاكه، هم اتحركوا الحقيقه في الوسط الرياضي شويه وطلع نموذج مختلف. هو الحقيقه طلع نموذج متميز جدا، نموذج اقرب ما يكون للواقع، لان دكتور الفرق ودكتور المنتخبات يعني وضعه يبقى مختلف عن اي طبيب عادي. ده مطلوب منه يشجع، ومطلوب منه يواسي، ومطلوب منه يجهز للماتش الجاي. طبعا. يعني صحيح. فهو لازم يبقى عنده روح معينه. استاذ سمير الحقيقه عملها باتقان شديد جدا، الصداقه، الغيره على اللعيبه وعلى صحتهم، لان ده
الصراع برضه هو بينه بمنتهى الذكاء، الصراع اللي بيحصل ما بين النتيجة المطلوبة من اللاعب وما بين، لا انت في مرحلة خايف على صحة اللاعب. ده بيتحول ده من الحاجات الخفية اللي ما بتبانش قوي قدام الناس، يقول لك لا ده لازم يلعب الماتش الجاي، لا مش هلاعبه الماتش الجاي خلاص ما ينفعش. فلا الصراحة يا أستاذ سمير بدر أجاد وهو بيتميز بخفة ظل شديدة جدا جدا جدا. صحيح صحيح. أنا بس مش عارف إيه موضوع الكرش اللي كل شوية يحطه في كل أربع حلقات، أنا ما كنتش خاتم الكرش ده يا أستاذ سمير، كل شوية الكرش. لا ما سمعتش. بقول لك موضوع الكرش اللي موضوع الكرش بيكرر ذكره. أي أنت بكرش يا دكتور حسن. يا أخي أنا ما كلمتش عنه. أنا بس عاوز أسأل دكتور حسن، هل أنا قدرت أوصل خفة ظل شخصية دكتور يحيى للمشاهد بشكل كويس ولا أزود الفترة اللي جاية؟ لا بس أنت لا بص عليك بجد، أنت أنا كنت بتفرج عليك في التصوير يعني أكثر مرة، وأنت عارف أنت جوه التصوير يعني فعلا كنت أنت واخد شخص، أنت يعني شخصية الطبيب المنتخب اللي خايف على اللعيبة وخايف على الفرقة وخايف على البلد، حقيقة أنت أجد وفعلا عملت الدور باقتدار شديد يعني. شهاده كبيره فعلا. شكرا جدا يا دكتور. عموما موفقين حضراتكم، عملتوا عمل مختلف جدا ومميز. صحيح. جدا ونال الاستحسان اللي هو يستحقه الحقيقه. كل التوفيق لحضرتك في كل الاعمال القادمه باذن الله، وشكرا لوجودك معانا. شكرا ليك يا دكتور. شكرا. معرفش برضو انا عايزه ارجع يعني اتكلم مع حضرتك شويه استاذ سمير اكتر يعني قبل المسرح وحبك للمسرح، يعني اصل بجد احنا شفنا شخصيه فعلا زي ما الدكتور كان بيتكلم، مش حد مثلا لسه بادئ او مثلا بيحب المسرح بقاله سنوات، لا دي شهاده حقيقيه والله. احنا مش بنجامل حضرتك بجد، عملته بشكل جميل جدا، شكل نصدق جدا ان حضرتك فعلا هذا الدكتور، الشغف اللي كان عندك. فمعلش بقى رجعنا كده، الموضوع اكيد مش بس حديث يعني. هي الفكره بالنسبه لي ان انا بحب المجال دوت، انا بحب التمثيل. وطول عمري كنت بحب المسرح، اسيب الجامعه واروح اشتغل مسرح، اسيب المدرسه يعني جوه المسرح وجوه المدرسه وجوه الجامعه انا موجود في المسرح. يعني اخطف محاضره، اخطف محاضره واطلع على المسرح، اخطف حصه واطلع على المسرح. فاول ما جات لي الفرصه كان قدامي حاجه من الاثنين، يا اما هبقى مجرد حد لطيف عدى، او ان انا اسيب اثر. فهو دوت اللي انا ركزت فيه. انا حاسس ان انا ممكن اكون موجود في مربع مهم، فاحساسي بموهبتي وبرد فعل الناس مخليني دايما انا بخش المشهد وبحس ان هو ده المشهد الوحيد اللي المشاهد هيشوفه. فلازم اطلع احسن ما عندي فيه. انا كنت كل يوم، احنا صورنا على مدار حوالي 22 يوم، كل يوم كنت اقرا من الحلقه الاولى للحلقه العشرة لما اروح. يعني بيبقى عندنا خمس ست ساعات ما بين الاوردر والاوردر، مثلا خمس ست ساعات دول في يوم ساعه ارجع تاني ابص في الورق، يمكن في حاجه ناقصه، يمكن في حاجه لازم تتزود، يمكن في حاجه انا ما كملتهاش. غير طبعا الحرب النفسيه اللي كانت بيني وبين دكتور حسن طول المسلسل. يعني في الاخر انا قلت له بص يا دكتور حسن لازم اعمل معاك مشكله، فبيقول لي طب حاول. فجيت في الحلقه التاسعه المفروض ان هم قدموا شخصيه زوجه الدكتور، فقلت انا متجوز عليكي. فطبعا احنا بننقل احداث حقيقيه، فمش عارف بقى دكتور حسن في البيت الاخبار ايه، هل صدقوا المعلومه ما صدقوهاش، احنا لسه هنشوف الموضوع يعني. بس جميل خير. جميل ان انت مهتم بالتفاصيل، وجميل ان انت مهتم بحته المعايشه، لان في ناس كتير يعني بيتعاملوا مع الموضوع من وجهه نظرهم باحترافيه او بحرفيه، ان يعني هم ايه عارف خلاص اللي هو معلم في حتته، فمش محتاج يعمل كده، علما بان مفيش حد مش محتاج يعمل كده. طبعا. مهما على شان الممثل، كل ما هو محافظ على الروتين ده في التعامل مع الفن ومع الشخصيات والادوار اللي هو بيلعبها، كل ما هو بيحافظ على تميزه واختلافه عن الاخرين. فدي نقطه في منتهى الاهميه اللي حضرتك بتعملها دي. احنا لغايه النهارده بنقعد نسمع حواديت عن الله يرحمه استاذ احمد زكي، كان طبعًا. بيبقى متعايش ازاي كل يوم وقبل وبعد. استاذ خالد صالح الله يرحمه، استاذ جميل راتب، استاذ عادل ادهم، الناس ديت ما لعبتش من المنطقه بتاعت انا معلم وخلاص. لا، هم طول الوقت كانوا بيبحثوا عن التفاصيل. زي ما بيقولوا دايما الممثل مش السطور المكتوبه، هي الهيدن او السطور المخفيه. فهو دوت اللي احنا بندور عليه طول الوقت،
هو بقى الشطاره انت بتقدر توصل للهيدن دوت ولا لا. صحيح. ده اللي احنا بنقعد نتعلم ونذاكر وناخد ورش في التمثيل عشان نقدر نوصل للهيدن دوت. طب انا عندي سؤال كده يعني اكيد مش اول مره تسمعه بس احنا شفناه انت عرفته خلاص. لا لسه او لا لسه لا المقارنه في مش بس في الشكل شويه والشكل قريب بس في الفكره بقى طبعا النجم الكبير خالد صالح هل يعني اكيد سمعتها كتير هل بجد زي ما بيتقال استاذ سمير ده القادم او خالد صالح القادم احنا سمعناها ما اعرفش هي وصلت لك ولا لا. هي جت عليا فترات ايام ما كنت بشعر اوكي فكنت هاني رمزي القادم اوكي, أوكي. هاني رمزي لا هاني رمزي مش شبهه لا مش ده لا زمان يعني زمان شويه كانت استاذه ريهام حجاج كنا بنعمل مع بعض مسلسل بيومي 2 فيك من بيومي فؤاد جدا فبيومي 2 فدلوقتي اتحطيت في المربع اللي انا نفسي فيه ايوه المربع استاذ خالد صالح اللي لا يمكن حد هيقدر يلمس المربع دوت هو كل ما هنالك ان انا احاول اسعى ان اقرب من الخط ان فكره اقتحام المربع دوت لا هو ما فيش ممثل هيجي يقدر يقتحم مربع كل المربعات اللي انت ذكرت اسمها مرعبه صعب يعني مرحبة. هي تفرح الواحد يعني انا لو من حضرتك لو مكانك اكيد هفرح بس هقلق طبعا أيوة صحيح. انا ما بفرحش ودايما شايف نفسي وحش ودايما شايف نفسي لا انا لا ايه ده لا المشهد ده كان لازم يا الله ازاي في افيه هنا حلو في تفصيله هنا حلوه فيمكن دوت اللي مخليني لغايه دلوقتي الحمد لله ماسك نفسي حلو جدا طب ايه بقى اللي جاي مش اعمال فنيه على قد ما استاذ سمير عايز يعمل ايه يعني راسم دايما كل واحد فينا في مهنته راسم لنفسه طبعا. حاجه كل خطوه جايه بيبقى راسمها لنفسه راسم نفسك ايه يعني عايز تخش دلوقتي تحقق ايه عايز اكمل في الدراما ولا اخش السينما ولا اعمل ادوار معينه بشكل يعني خلينا نعرف دايما من زمان كنت بقول انا بكره ان اكون مشهور جدا محدش يحب المجال ده ويكره الشهره لكن احب اكون ممثل مهم اوكي وممثل مهم ما هوش النجم هو الممثل المهم المؤثر يعني في عندنا نجوم كبيره لكن لما تيجي تتفرج على فيلم ليهم هتلاقي مثلا ان استاذ احمد السقا بكل العظمه اللي فيه كفنان كبير ونجم بجد استاذ خالد صالح كان ممثل مهم موجود معاه طبعا استاذ محمد سعد كان استاذ حسن حسني ممثل مهم موجود معاه انا مش بقول ان انا عاوز العب الادوار ديت بس انا عاوز اكون اتمنى اكون في اهميه الناس دول في اي عمل كويس كده بس برضو ما هو يعني الطموح ما بيختكش لنجوميه الشباك كتعبير ومصطلح سينمائي يعني جاذب لكتير جدا من الناس اللي بيمتهنوا هذه المهنه والله هقول لحضرتك على حاجه يعني انا مثلا عمري ما شفت استاذ عادل ادهم نجم شباك لا لو على الصعيد ده ولا الراحل محمود المليجي ولا الاستاذ محمود المليجي ده مثل الاعلى استاذ محمود المليجي استاذ زكي رستم طبعا ما هواش استاذ يوسف وهبي ما هواش بس النهارده الناس دول احنا فاكرينهم يمكن بعد وفاتهم ب 50 وب 60 سنه صحيح أوكي. صح انا اتمنى ان الناس تفضل يعني وعشان كده دايما انا ما سلكت السلوك النجم اللي هو حافظ على شكلك زي ما هو ما تغيرش شكلك كتير ازرع يعني شعر مثلا كان ده كله الكرش ده بالذات ده مهم قوي بالنسبه لي بالعكس انا كل عمل يعني ممكن حضرتك كمان 5 سنين تكتشف ان انا اللي عملت دور صاحب الشركه في فيلم قصه حب ايه ده لا انت ما كانش شكلك كده أيوة أيوة. ما كنتش انت تاجر الاثار في مسلسل قيد عائلي انت كنت من غير ده خالص لا انا بالنسبه لي لحظه النصر اللي هشوف فيها نفسي كممثل لما يتقال ازاي سمير انت عملت كل دوت وبالشكل ده او بالمقدار ده بس ده المهم بالنسبه لي بس في سؤال برضو يعني وعايزين إجابة شفافة الشعر لا 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 بعيدا عن الشعر أي حد لما بيبتدي ياخد فرصة وينجح فيها وياخد فرصة وينجح فيها ويبتدي الموضوع يعني يتوفق فيه بيحس إن هو أي دور هيجيله الانتشار أهم بما معناه يعني هل حضرتك بتفكر دلوقتي في الانتشار على قد يعني أكتر ما بتفكر في فكرة إن أنا أعمل الأدوار اللي أنا محتاجها يعني خليني بمنتهى الشفافية طيب هو في الأول في الآخر أنا عندي اقتناع إن ربنا كاتب لي إن أعمل 200 عمل. 200 عمل. كمثال هعملهم السنة دي، هعملهم السنة الجاية، هعملهم كلهم في سنة، هعملهم في 10 سنين. زي ما تيجي. زي ما تيجي، بس أوكي. أهم حاجة إن ال 200 عمل دول ما يبقاش عمل منهم أنا موجود لمجرد إن أنا أبقى موجود. إن أبقى موجود حتى لو هعمل مشهد واحد. أنا معظم ال 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 في الخط بتاعي أنا في الحياة في التمثيل
او الاربع سنين اللي فاتوا كنت اروح اتعرف على مخرج اعمل معاه مشهد واحد زي استاذ احمد يسري. استاذ احمد يسري رحت عملت معاه مشهد واحد في فيلم ريتسا، قال لي انت معايا. احنا بنسمع الكلام ده كتير ماشي. فاستاذ احمد يسري بعد كده لقيته طلبني في الا انا ويبقى الاثر دور اكبر، لغايه ما وصلت كان حلو قوي برضه، لغايه ما وصلت النهارده ان انا بعمل دور زي دور دكتور يحيى في تقلها ذهب. فمش مهم من الانتشار اكتر ما مهم ان اللي ربنا كاتبه لي اعمله كله حلو. كويس قوي ان انت عندك، ما دي بيسموها قوه الرفض، ان انت تبقى عندك بالزبط. القدره ان انت في المرحله اللي انت محتاج فيها المزيد من الانتشار بس ما يجيش على حساب الكواليتي. دي في حد ذاتها الى جانب تفاصيل كتير سمعناها منك دي تطمنا عليك وعلى اللي جاي ان شاء الله. لسه رافض مسلسل مهم قوي فزعلان بصراحه. بس انا دايما بقول ان نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بالدور الجميل، ونتمنى ان شاء الله نشوفك عن قريب في ادوار مختلفه كتير. شكرا جدا استاذ كريم، شكرا استاذ نواند، انا مبسوط جدا ان كنت معاكم النهارده. الله يخليك بجد. اهلاوي وانا مبسوط ان كنت في البيت النهارده. لا انت نورتنا وده بيتك طبعا وبيت كل اهلاوي، وعايزين بقى مع الفن يبقى فيه رياضه، نشوفك بقى المره الجايه نلاقي سيكس باكس وشغل تاني. في بلاي ستيشن في بلياردو. انت بتلعب رياضات عنيفه يعني. لا موجود برضه. لا موجود. نورتنا. شكرا جدا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. بقى بحضراتكم في اخر فقره النهارده معانا، وزي ما احنا عارفين عندنا ماتش النهارده بين الاهلي واسماعيل مهم جدا، كاس الرابطه، والجميل كمان ان موسيماني قرر الدفع بالناشئين لاكتسابهم خبره واحتكاك، واعتقد دي حركه جميله جدا ومحترمه جدا، واعتقد ليها انعكاس كمان هيكون على الماتشات اللي بعد كده يعني بالايجابي بكل الاشكال. هنتكلم بقى عن استعدادات منتخبنا لمباراه السودان كمان، وكل ده مع كابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي السابق اللي منورنا كان من شهر، وسالته اخبار الاستوديو ده ايه لان اخر مره كان هناك، بس مش عاجبك ده يعني. صباح الفل. صباح الخير. مبسوط طبعا ان موجود معاكم النهارده. لا انا مش عارف هناك الفيو يعني مش هنا، احنا في بيتنا زي ما كنت بقول لحضرتك متدفيين كده. اكيد طبعا اكيد طبعا. سواء ده بوجودك معانا كابتن احمد، صباح الفل عليك. واستاذن حضرتك نبتدي بالنقطه اللي هواند عملت عليها ستريس كده وهي بتقدم حضرتك، فكره ان موسيماني ودفعه بالناشئين يعني دي حاجه طبعا في منتهى الاهميه، هل ليها مخاطر زي ما هي ليها ايجابيات، هل ليها مخاطر؟ والله انا في المباراه السابقه كانت مباراه الجونه كنت بحل المباراه في ساعه الشباب الرياض، فاتفرجت المباراه طبعا عشان مركزت قوي في المباراه واللعيبه الجداد. بص كل واحد واخد البطوله دي عنده اهداف، في ناس عندها اهداف تاخد البطوله، في ناس عندها اهداف ان هي بتجرب اللعيبه الجداد اللي هم جايين في صفقات يناير. في النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه كبيرة بتفكر في تسلسل الأجيال، مين اللي جاي الفترة الجاية؟ مستر موسيماني عنده مجموعة من الناشئين وطول عمر النادي الأهلي بالشكل ده، واحنا من الوادي لما تطعم فريق فيه الخبرات وفيه أكيد. الأسماء المعهودة والمعروفة وتطعم بناشئين بيبقى لطيف، لكن لما تدفع بالفريق كاملا كناشئين دي بقى اللي ممكن تبقى مقلقة. قبل البطولة في حصل مشكلة برضو بعد إصابات الكورونا في اللعيبة، عطلت برضو اللعيبة شوية بتاخد وقت عقبال ما ترجع. فاول مباراه بدات كان مستر موسيماني مباراه الجونه، فبدا من المجموعه اللي معاه، اكيد كان معاه عدد قليل جدا من اللعيبه لان اللعيبه اللي واخدين كورونا بيتمرنوش مثلا اربع خمس ست ايام، فبياخدوا وقت شويه عقبال ما يخشوا في التدريبات ويخشوا في الماتشات. فبدا المباراه فظهر لعيبه مميزه، فممكن الفكره يعني اشتغلت في دماغه اكتر ان هو يدي فرصه اكتر للناشئين. في ان احنا مش عايزين برضو يعني ايه، في كذا كذا لاعب ظهر بمستوى جيد المباراه النهارده. المباراه هتاكد الرؤيه اللي احنا شفناها المباراه الاولانيه. يعني في زياد مثلا لاعب مميز جدا، قدم مباراه، لاعب مهاري جدا، لاعب اداؤه كان ولا اروع. طبعا مصطفى شوبير من الحراس الجيدين جدا، وانا متابع مصطفى اصلا وهو عنده 15 16 سنه، حارس مرمى جيد جدا، وكنت بتمنى ان هو يؤدي مباراه بالشكل ده عشان مصطفى محتاج دعم. طبعا مصطفى من ساعه ما بدا يلعب الاقاويل الكتيره وكابتن شوبير ومصطفى والمجاملات، انا كنت كل ما حد يسالني اقول لهم لا مصطفى حارس جيد جدا. مصطفى لو كان خد من بدري شويه زي ما محمد صبحي كده وجاد في انبي، كان عندنا مصطفى شوبير كان هيبقى بنفس الاسلوب ونفس الشكل ونفس الاداء. ف اتمنى ان شاء الله النهارده المباراه دي برده مصطفى يقدم مباراه جيده لانه محتاج الثقه دي.
زي ما قلنا زياد، زي ما قلنا شرقيه، زي ما قلنا مستر موسيماني مثلا قال لك نجم المباراه عبد الرحمن مانو من الناس اللي في نص الملعب محدش خد باله، لعيب نص الملعب تملي مظلوم كرؤيه كجمهور، كل الناس اللي بتتفرج على الناس اللي بيلعبوا قدام. المدافع ولاعيب نص الملعب بيبقوا مظلوم شويه بالظبط كده. بس لكن مستر موسيماني قال انا من نجوم المباراه عبد الرحمن مانو. اتمنى ان شاء الله ان المباراه النهارده برضو اللعيبه دي تاكد للجمهور، تاكد للجهاز الفني، تاكد لمجلس الاداره ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي ماشي بمستوى ثابت جدا. كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين طبعا نتائج جيده جدا في قطاع الناشئين، واللعيبه باينه، اللعيبه بتاعتنا باينين ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله شويه كده يبقى لهم دور في الفريق الاول باذن الله. حلو جدا. طيب ده الشكل من بره، بس احنا لو اتكلمنا بقى عن المباراه نفسها، هي مباراه مهمه للفريقين من الاهلي والاسماعيلي، ومباراه مهمه جدا أكيد. بس لو هتكلم واركز على الاهلي، اسلحه الاهلي ايه اللي المفروض يتم علشان احسم بقى المباراه؟ لا هي مباراه صعبه طبعا. الاسماعيلي النهارده جاي بيلعب بفرقته الاساسيه بالظبط، جهاز فني برضو جديد، مجلس اداره جديد بالظبط، روح جديده، عايزين يلحقوا نفسهم، وضعهم في الدوري وحش جدا، عايزين برضو البطوله دي بالنسبه لهم شقين، الشق الاول يطمن جمهوره، عارفه جمهور الاسماعيلي جمهور قوي جدا، جمهور صعب جدا، ما بيقبلش ان الوضع اللي موجود فيه الاسماعيلي دلوقتي، نتائج الاسماعيلي الفتره اللي فاتت وحشه جدا. فالاسماعيلي جاي النهارده مع الصفقات الجديده بتاعه يناير، صفقات كويسه بصراحه، بيلعب النادي الاهلي، برضو النادي الاهلي مع احترامي طبعا، بس مطمع ان من اي فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي والناشئين مطمع طبعا يكسب المباراه أكيد. لكن طبعا برضو لما بتلعب لعيبه النادي الاسماعيلي لما بتلعب قدام فرقه يعتبر لعيبه مجهوله مش معروفين بتبقى مشكله برضو شويه. انا بلعب قدام مثلا وليد سليمان، بلعب قدام السوليه، بلعب قدام الشحات، محمد شريف، فانا كلاعب ببقى عارف اداؤه بيلعب ازاي، عارف شكله وبيجري يتحرك ازاي، سرعته عامله ازاي، لكن لما بلعب جنب ولد صغير لسه طالع برده مش عارف هو طريقه لعبه ايه، فدي برده بالنسبه له مجهول، دي بتبقى بتخش على حسب بقى لعيبه النادي الاهلي وروحهم، وده اللي موجود في فعلا في ناشئين النادي الاهلي وفي المباراه اللي فاتت. ما طبعا دخل المباراه اللي فاتت محمد محمود مثلا ظهر، شايف من اول مباراه ليه شايف ان هي بدايه جيده جدا، حسام حسن بعد اصابه طويله برده شايف ان هي بدايه كويسه، صلاح محسن اتمنى يكون صلاح تكون الاصابه المباراه الاخيره تكون خفيفه ما تبقاش جامده، اتمنى بقى كل ده النهارده في مباراه الاسماعيلي اللعيبه تاخد ثقل ان مباراه الاسماعيلي فرقه فعلا مباراه قويه جدا. بس خلي بالك برده كابتن احمد، يعني ما ده جزء كان يعني خلفيه لسؤالي السابق لحضرتك، فكره ان برده الناشئين حتى لو جاهزيتهم واصله لدرجه 100% عفوا، لكن اكيد ليها خضه لما يلعبوا فريق زي الاسماعيلي. يعني انا اسف، الاسماعيلي كمان من الفرق الى جانب ان هي فرق من الفرق الثقيله قوي طبعا. ودايما ماتشاتها مع الاهلي بالفريق طبعا. الاول بتاع الاهلي بيحجروا جامد معاه اكيد طبعا، فدي برده ممكن تبقى مسؤوليه مضافه على كاهل اللعيبه الناشئين، فيبقى لها خضه. ده دور الجهاز الفني، وان هو بيشيل كل الحاجات النفسيه دي قبل المباراه. ما تخافوش، ما تخضوش، العبوا اللعبه بتاعكم. كل لعيب من لعيبه النادي الاهلي دلوقتي اللي هم الصغيرين عنده هدف، عنده عايز يظهر او يثبت لمستر الموسيماني او مجلس اداره جاي له مع أيوة طبق من ده، ومجلس اداره النادي الاهلي انت عارف برضو النادي الاهلي بيشتغل، مش بيشتغل عشان مدير فني مستر الموسيماني، محترمي طبعا ليه، موجود دلوقتي السنه الجايه السنه اللي بعديها، بس النادي الاهلي ليه استراتيجيه طويله بيشتغل عليها، بيحط اللعيبه الناشئين بيحطهم تحت بؤره معينه، مين اللي هيكمل، مين اللي هيوصل في وقت معين، مين اللي هيبطل في النادي الاهلي، فمين اللي هيحل مكانه، كل الحاجات دي بتشتغل مع لجنه الكوره في النادي الاهلي. لكن فعلا زي ما انت بتقول مباراه صعبه جدا، بس برضو التركيز لعيب الاسماعيلي، هل لما يلاقوا لعيبه النادي الاهلي الصغيرين وكده هل هو بنفس التركيز لما بيلاعب لعيبه النادي الاهلي الفرقه الاساسيه؟ دي بتبقى برضو في المباراه وحسب شكل المباراه وبدايتها هتبقى شكلها عامل ازاي. طيب لو اتكلمنا عن القصه هنا في انضمام الناشئين وقصه النجاح واللي ممكن ده بقى ليه تاثير على اللي جاي، بتشوف لو مثلا قلنا ان النهارده ابدع عناصر معينه من الناشئين وممكن مثلا لو شاركوا بعد كده هل ممكن نشوفهم بقى خلاص ضمن القائمه الاساسيه مثلا قريبا؟ يعني خليني اعرف منك برضو ازاي ممكن تمشي. والله هي على حسب كل رؤيه طبعا الجهاز الفني مستر موسيماني ورؤيه ايه المكان اللي عندي مشكله في النادي الاهلي، انا في مشكله ايه عندي مكان ايه، فببدا ابص في قطاع الناشئين اللي عندي، اولا ببص عندي في البديل الاول، لو لقيت البديل في مشكله برضو فببدا ابص في قطاع الناشئين، هبدا ادخلهم في وسط التمرين الاول،
الموضوع ما بيخشش كده مره واحده، لا بيخش التمرين شويه، بيخش الماتشات الوديه او زي بطوله الرابطه دي، وابدا اديله الثقه شويه بشويه، وهبدا ادخله في المباراه الرسميه برضو شويه شويه، ما حدش بيلعب مره واحده طبعا، خصوصا ان الفتره دي الاصابات فيها يعني اكرم توفيق وبدر بنون لسه هنعرف عندنا يعني مشاكل، ربنا يشفيهم ان شاء الله وكل حاجه بسيطه باذن الله. بالنسبه لبنون طبعا اصابه طويله شويه لاكرم، انا بقول من وجهه نظري اكرم اتحسد، الكلام كان عليه كتير الفتره اللي فاتت. والله والله فعلا. ممكن اللعيبه بتوعنا فعلا بيتحسدوا، كان كتير جدا هو الحقيقه مثار حسد الحاسدين والله. اكرم لعيب جامد جدا فعلا، وبدت راجل وكل حاجه حلوه صح فعلا. اتمنى ان شاء الله تكون اصابه هو رباط صليبي، بس على حسب بقى انت وجدعنتك انت ربنا وشطارتك انك ترجعها بسرعه. اتمنى ان شاء الله اكرم من اللعيبه المميزه جدا، بس برضو عايز اتكلم نقطه مهمه جدا، محمد هاني واداؤه المباراه اللي فاتت كان على اعلى مستوى. طمنا كجمهور النادي الاهلي ان محمد هاني لو لعب في مكانه، اللي محمد هاني حجز المكان ده فترات طويله جدا. محمد هاني لما يلعب ان شاء الله في بطوله كاس العالم الانديه، لا محمد هاني قادر ان هو يلعب في المكان ده، وقادر ان هو يؤدي اداء مميز طبعا. طبعا إن شاء الله. طيب عايزين برضو نعرف رايك في البطوله نفسها، بطوله كاس الرابطه، هذه البطوله اللي يعني استجدت في الفتره الاخيره واللي اضيفت لمنظومه وخريطه البطولات في مصر، شايفها الى اي درجه هتكون مفيده؟ انا شايفها ان هي مفيده للجهاز الفنيه، ان هي بتفضل تشوف اللاعب البديل اللي عنده، يبدأ يدخله في الماتشات، في لعيبه بتبقى راجعه من الاصابه، لعيبه جايه في مثلا في صفقات يناير برضه يدخلها في وسط الفرقه. كل انا من وجهه نظري كل ما حدش من الانديه كلها عينه ان هو مثلا تركيزه الاول انه ياخد البطوله، لا لا، كل تركيز ان انا بعمل تيم كويس عشان عندي بطوله الدوري جايه صعبه جدا، فانا بشتغل مع المجموعه دي اللي هي اذا كانت جايه لي في يناير، اذا كان قطاع الناشئين، اذا كان اللعيبه اللي راجعه من الاصابه، ببدا اهلها لمباراة الجاية الدوري إن شاء الله. طيب قبل ما نروح ل يعني ملف المنتخب، لأن في كلام بصراحة بقى كتير جدا، خليني أروح للصفقات الجديدة في الإسماعيلي، ثلاث صفقات أعتقد برضو مهمة جدا، لو تكلمنا أكتر عشان نبقى عارفين. طبعا أي الإسماعيلي عنده مشكلة كبيرة جدا، النتائج اللي ظهرت في أول الموسم، مش ده نادي الإسماعيلي، نادي الإسماعيلي على طول لو خلال مثلا العشر سنين اللي فاتت أو اللي قبليها، الدوري شكل الدوري الاهلي زمالك اسماعيلي مصر الانديه الجماهيره بيبقى لهم جماهيريه بتبقى ليها شكل طبعا في الدوري. اسماعيلي بقى له موسمين ثلاثه بيصارع، والموسم اللي فات كان برده بدايته كانت وحشه جدا، لولا بس ان كابتن ايهاب جلال تولى المسؤوليه والدنيا اتلحقت شويه، دي نفس المشكله برده بتقابل النادي الاسماعيلي السنه دي. فالخوف من الاسماعيلي برده مش كل سنه بيحصل كده وتلحق تقدر تلحق نفسك. اتمنى طبعا احنا كجمهور بنحب الانديه الجماهيريه، كانت الاسماعيلي المحله المصري المنصوره، وبنحب ماتشاتنا معاهم بس اكيد اكيد برغم العصبيه في الماتشات ده طبيعي طبعا. جدا وفي كل العالم مش في بس مصر بس على فكره، انك هتتفرج على جيم حلو طيب. طول المباراه طول عمر مباراه الاهلي والاسماعيلي، النادي الاسماعيلي معروف بالمهاره، اللعيبه اللي عندهم مهاره، اللعيبه اللي ادائهم حلو قوي في الملعب، طول عمرهم بيتقال عليهم برازيل مصر بالظبط كده. هم فعلا حتى اللي جايبينهم يعني لاتينز كلهم يعني من بوليفيا وجامايكا والايفواري الاخير جانا موريل برضه اسماء اكيد هم شافوهم وليهم سي في ودخلوا معاهم في التمرين، مدير فني ارجنتيني فاكيد بيختار برضه من نفس القاره قريبين برضه، فهو جايز هو شاف الدوري هناك او كان بيمثل شغال في الدوري هناك فمختار لعيبه من الدوري دي من الدوري ده. فاتمنى زي ما بقول الاسماعيلي برضو يكون في وضعه الطبيعي كنادي كبير في مصر، واتمنى نشوف مباراه كويسه النهارده ان شاء الله باذن الله. اتمنى ده. طيب انت كنت بتقولي بقى عايزه تروحي على المنتخب. انا قبل المنتخب بس عندي نقطه اخيره، لان انا عايزه انقل لحضرتك ردود الافعال الموجوده على السوشيال ميديا، البعض مش ناس كتير بس البعض، انا شفت تعليقات ان البعض متخوف. انا منهم لا البعض متخوف فعلا، ان فكره هنا الاسماعيلي زي ما حضرتك بتقول في اطار جديد صوره جديده، واحنا بنلعب بيه او يعني عندنا ثقه طبعا، ولكن احنا معظم دلوقتي الفريق برضو من الناشئين والشباب، فالبعض متخوف من الصوره دي. متخوف ليه؟ ان نخسر هنتغلب مش ناخد البطوله؟ ما انا بقول لك اهداف، احنا اهدافنا مش البطوله. مجلس الاداره ومستر موسيماني فيها حاطين استراتيجيه ان لا مش البطوله، مش هو الهدف البطوله، لا الهدف ان انا مرحله اعداد، احنا اعدادي اول لقطاع الناشئين ده، اللعيبه المميزه دي اطلع لو طلعت بعد البطوله دي لعيب او اتنين مميز يخشوا في الفريق الاول احسن من البطوله دي بكتير يعني جدا. يعني احنا واخدينها يعني هي بطوله طبعا. وديه بالزبط. يعني خلينا نتكلم بهذا بالزبط. الشكل اكتشاف مواهب بالزبط. تحفيز اكتر زي ما بنتكلم انه احنا بنعد اللعيبه بتوعنا، لكن مش هدفنا اصلا البطوله. لا 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 زي ما بقول حضرتك، هي زي بعد بطوله افريقيا، زي مثلا في المواسم السابقه في بطوله افريقيا
في مثلا الفتره دي بيشتغل كله بقى المدربين ماتشات وديه قبل ما المنتخب يرجع. تعرف في ناس حتى الماتشات الوديه بتحب تكسبها، انا عشان كده بقول لك يعني اللي بتكلم بلسان الجزء أكيد ده اكيد طبعا. الجمهور انت عارفه جمهور النادي الاهلي او احنا كهلاويه متعودين لو بنلعب دوره رمضانيه عايزين نكسب. طيب ده عادي. احنا هنطلع فاصل سريع كده لالتقاط الانفاس ونرجع بقى نفتح مع حضرتك ملف المنتخب، وممكن جدا كمان تكون البدايه مع لعيبه النادي الاهلي اللي في المنتخب. الكلام ده هنتكلم فيه بمجرد العوده من هذا الفاصل. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه عشان نكمل كلامنا بقى مع ضيفنا العزيز كابتن احمد اللي وقفنا معاه في الكلام عند تفصيله المنتخب. احنا انتقلنا بقى بالكلام وقلنا نفتح معاك ملف المنتخب وتحديدا رؤيتك لاداء لعيبه النادي الاهلي. تعالى نتكلم في التفصيله دي في الاول، رايك في اداء لعيبه النادي الاهلي الموجودين في المنتخب، وفكره ان انت في كتير جدا من الاحيان بتشوف كل واحد فيهم في مركز مختلف تماما عن مركزه. اكيد طبعا. نبتدي مثلا باكرم توفيق، الاصابه اللي حصلت له اول مباراه طبعا اثرت اولا علينا كنادي الاهلي، وتاني حاجه على المنتخب. اكرم اللي قلنا زي اللعيبه المميزه جدا الفتره اللي فاتت، ووجوده في اي مكان بيلعب فيه اذا كان باك رايت اذا كان ديفندر من اللعيبه المميزه جدا اكرم. فاتمنى ان شاء الله يا رب الشفاء العاجل ليه ويرجع لنا بالسلامه باذن الله. نتكلم على السوليه برضو الاداء شايف ان اداء المنتخب المصري والاقاويل الكتيره في المباراه الاولانيه وشكل المنتخب ما حدش اتكلم ان السوليه مش موجود، ما حدش حاسس بدي. اداءنا اتحسن في المباراه الثانيه بوجود السوليه، لان السوليه من اللعيبه المميزه جدا زي ما بقول لك، اللعيبه اللي بتاعت نص الملعب مظلومه اعلاميا ما حدش بياخد باله، ما حدش قال ان احنا ادائنا المباراه الاولانيه وحش عشان السوليه مش موجود. لا فعلا السوليه لما راجع لعب المباراه الثانيه شكلنا اتغير مع عبد الله السعيد مع النني، شكل المنتخب ده بيدي طعم كمان للجمل اللي بتتعمل الحقيقه. شايف برضو ان حمدي فتحي لازم يقول ليه دور اقوى شويه. حمدي اتظلم في المباراه الاولانيه فجه قرار مستر كورش ان هو ما يلعبش المباراه الثانيه، بس هو لعب جزء من المباراه الثانيه. انا زعلان على محمد شريف. محمد شريف مع المنتخب انا بتكلم شكل محمد شريف نفسه نفسيا مش صح، باين عليه فعلا فعلا. لما انا بشتغل مع مدير فني وحاسس ان هو مش مقتنع بيا دي بتقللني 50% طبعا. وعلى عكس الثقه اللي اخذها من موسيماني وشفنا التالق اللي حصل. هو شكل محمد شريف من اللعيبه اللي نفسي شويه، تتعامله نفسي وتحسسه بوضعه وتحسسه ان انت راجل هداف الدوري وانت 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 وليك دور مهم جدا معايا، جايز ملعبكش بس بالكلام وبالاحساس طبعا. هتلاقيني لما انزل حتى لو 10 دقايق يبقى شكلي مختلف. صحيح. محمد شريف بينزل بس حاسس ان هو مهضوم، حاسه مطفي شويه. مش هو مش هو مش هو. بحس ان محمد شريف اصلا مع النادي الاهلي بيقرب للكوره من كل كوره وعايز مشترك في كل ورق. بحس ان محمد شريف مستخبي. مش بس محمد شريف بصراحه، لعيبه كتير يعني بس انا بتكلم على محمد كلاعب في النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله يكون محمد شريف ليه دور اكتر الفتره الجايه، ياخد وقت اكتر شويه. اداء بقى المنتخب عامه لا مش عاجبني خالص. مش هو ده منتخب، لا ده مش منتخب مصر بصراحه. انا كتبت كلمه على الفيسبوك كده، قلت احنا بنتهته. احنا بنتهته والله معبره. مش يعني عارف لما فرقه يبقى ليها شكل، فرقه يبقى ليها شخصيه قويه، شخصيه قويه طبعا. انت فعلا فرقه بدون شخصيه، مالكش شكل، مالكش قوه، مش عارف انت هتكسب ولا تخسر ايا كان مين الخصم. خساره ان ده حاصل وانت معاك لعيبه بالكيفيه دي بالكواليتي. انا مش عارف ايه السبب، بس انا بتكلم هل هي طريقه اللعب. احنا عايزين ناخد بالنا ان مستر كروش بيلعب بطريقه مختلفه عن معظم انديه الدوري الممتاز، انديه العالم. لا هو بيلعب هو بيشتغل عشان كده قفشه. احنا برضو ما حدش واخد باله من النقطه دي، وليه قفشه مش موجود معاه بالظبط. قفشه مش موجود معاه لان هو بيلعب بطريقه 4 3 3 غير 4 2 3 1، يعني عنده مركز 10 ده بالنسبه له ملغي. طب مش 4 3 3 دي كانت تستدعي وجود حد زي قفشه؟ ما هو حد زي طارق حامد. لا هو بيشتغل ديفندر واحد وجنبه اثنين المفروض يبقوا بشكل معين، بس انا برضو الاثنين اللي بيلعبوا مش هم دول اللي من وجهه نظري يلعبوا، لازم اللي هاف يمين وهاف شمال يشتغلوا رايحين جايين. يعني مركز مثلا قفشه اصلا مش يعني انت ممكن تلعب مثلا في الحته دي زيزو ممكن يشتغل فيها كويس، وممكن رمضان صبحي يشتغل في الحته دي، بس دول لهم دور هجومي دور دفاعي. لكن انت بتلعب السوليه وعبد الله السعيد والنني، الثلاثه طريقه ادائهم واحده، عشان كده ادائهم الهجوم قليل جدا، ما حدش فيهم بيزود بيزيد
طريقه 4 3 3 دي اللي هو بيلعبها لازم الاثنين اللي تحت مثلا لو بيلعب السوليه لازم الاثنين دول يبقوا لهم دور هجومي مهم جدا، لكن احنا ما بيشتغلوش. فهو مقتنع بالطريقه دي، عشان كده وجود قفشه ما ياخدش قفشه خالص في المنتخب. لكن لو لعبنا بنفس الطريقه بتاعتنا او حد اقنعه، بس انا عارف ان هو دماغه ناشفه شويه ومقرر الطريقه دي من زمان جدا، وحتى قالوا قبل ما يجي ان قفشه هيبقى ليه دور صعب جدا عقبال ما لو جه كروش. فهو مش هقول غرور، هقول ان هو مصمم على ادائه، مصمم على فكره، مصمم على تغييراته. هو لا يعترف بآراء، يعني حتى من كلام حضرتك يعني جه في بالي فكره هنا، هل اصلا الجهاز المعاون بتشوف ان المفروض يكون ليه دور اكتر من كده؟ لان دي ناس كتير علقت عليها. يعني اكيد اكيد لهم دور وبيتكلموا. يعني انا كمساعد، واشتغلت مساعد واشتغلت مدرب عام مع المدير الفني، انا رايي استشاري. يعني انا بروح للمدير الفني بقول له ايه رايك كذا كذا كذا، بس هو المدير الفني اللي بياخد القرار. فاللي بيقول كابتن ضياء السيد، هو في استماع بس بيحصل الاستماع. ده يعني كابتن ضياء السيد مثلا ما بيعملش حاجه، كابتن محمد شو لا، ما هم دورهم ان هم بيقولوا، بس هم مش هيروحوا مثلا يمسكوا له بيقول لك ايه انت لازم تغير، لا مفيش حاجه اسمها كده. بس برضه في المقابل، ما هو لما هم بيقولوا على طول وعلى طول كلامهم لا يعتد به ولا يبقى ايه لازمه الجهاز المعاون بقى؟ ما هو هي بقى المدير الفني، كل مدير فني وشخصيته. في مدير فني بيقتنع بكلام المساعدين. ايوه، مش الشخصيه دي لازم نشوف لها انعكاس ايجابي ما في ارضيه الملعب، في نتيجه، في لا سمح الله اداء، يعني فاهم قصدي؟ احنا بنتكلم بس على الشخصيه، عايزين نشوف لها امارات بقى. ما هي دي المشكله، ان مستر كروش عنده قناعات معينه، عنده فكر معين مصمم عليه، ما بيسمعش كلام الناس اللي هم يعني. برده مستر كروش برده هو ما شافش لعيبه كل الدوري المصري، لكن مثلا كابتن ضياء عارف لعيبه الدوري المصري كويس قوي، ولعيبه المنتخب، محمد شوقي عارف لعيبه المنتخب. فلما اجي اقول لك على لعيب مثلا معين بلاش تلعبه الفتره دي، بلاش، انا عارف اللعيب ده اولا نفسيا وفنيا وبدنيا وكل حاجه. لكن مستر كروش عنده قناعه. يعني المباراه اللي فاتت مع احترامي طبعا مرموش من اللعيبه الجيده جدا، وكل الناس شايفه مرموش وحش جدا، والناس تقول اول تغيير مرموش، ما غيرش مرموش. هو قناعات وعنده حاجه برده، كل مدير فني وعنده فكر. انا وجهه نظري ان هو بيحط التغييرات قبل المباراه. في ناس بتعمل كده، تصدق شكله كده فعلا. والله العظيم عادي. يعني مثلا ايه، مصطفى محمد هيخرج في الدقيقه 60، طب بغض النظر عن المباراه بتقول ايه، المباراه رايحه فين، واحنا محتاجين مثلا انت بتنزل زيزو عشان يعمل اوفرات مثلا، لا هو يمشي في الدقيقه 60 هيعمل اوفرات زيزو، فمصطفى محمد هو اللي بيلعب بدماغه، اروح مخرج مصطفى محمد. طب مين اللي هيلعب بدماغه؟ طب انت منزل ده عشان يلعب كره عرضيه. ففي حاجات كده بتحصل نقول هو يعني هو اكيد، لان في مدربين كتير جدا بتشتغل بالشكل ده، بس هو فكر انا بحضر التغييرات وبحضر ده هيلعب بدنيا فهيشتغل مثلا 60 70 دقيقه، ده هينزل يلعب 30 دقيقه على حسب العوامل. يا كابتن احمد، الفكر ده مش ناجح. يعني انا مش عايزه اقارن كيراش بكوبر، رغم الفتره اللي فاتت ناس كتير عملت هذه المقارنه سما، يعني ماشي. فلا، حتى الروح بتاعه اللعيبه مش شايفينها. يعني ما هو الواحد يحزن كجماهير مصريه، وكمان مش شرط مصريه، عربيه، في بيشجعوا منتخب مصر. أكيد. فلما تيجي تشوف حتى اللعيبه الروح القتاليه مش، لا ده روح انهزاميه. فانا احزن، يعني انا احزن على اللعيبه بتوعي، على المنتخب بتاعي. فلا، في حاجه صعبه، في حاجه صعبه بتحصل على الارض. يعني ما هو كنا بنتكلم لما جه المنتخب يلعب البطوله العربيه، في حاجه شدتنا قوي، هي الروح. ايوه، الروح في البطوله العربيه كانت حلوه جدا جدا، وقلنا المنتخب بدات تروح وترجع، وبدات اللعيبه مظبوط عندها شكل وعندها روح، وادائنا كان باين جدا في البطوله العربيه. جينا في البطوله دي ما اعرفش ايه اللي حصل، انا مش فاهم ايه شكل، ليه شكل المنتخب بالشكل ده. العب، اخسر، انا عندي، انت عارف الجمهور المصري ممكن يخسر عادي جدا، بس لو المنتخب قدم مباراه كويسه صحيح هيقول لك الناس دي خرجت وعملت مباراه كويسه، خلاص خسرنا. لكن احنا كسبانين، ها احنا كسبنا المباراه اللي فاتت والناس زعلانه. صراحه فعلا، فده الجمهور اللي بيتذوق، ده الجمهور اللي بيفكر في فرقه كابتن حسن شحاته. أيوة، والجهاز الفني وكابتن شوقي. احنا رجعناش بقى للايام الجميله دي، وكابتن احمد سليمان والجهاز الفني كده، ان احنا نعمل فلاش باك للايام الحلوه دي. احنا ما قدمناش اختيار تاني، واجبرنا على هذا الامر، لان انت فعلا شتان ما بين اللي كنا حاضرينه زمان وبين اللي احنا حاضرينه دلوقتي. هرجع برضه اقول نقطه مهمه جدا، القماشه غير القماشه. لا، مجموعه لعيبه برضه جت في وقت، لو فكرنا كده في كل مكان
لو من خط الظهر ابراهيم سعيد، جمعه وائل جمعه كان سكواد استثنائي، سيد معوض الله يرحمه. بس لو الجيل ده كان موجود زمان كان هيبقى اداء يعني 100 مره احسن من اللي احنا شايفينه برده ده. أكيد يعني أكيد. الاساس برده مش بس اللعيبه، الاساس الجهاز الفني اللي موجود. فيعني اكيد طبعا المنتخب الجهاز الفني ليه دور كبير جدا مع اللعيبه، وكنا هنشوف حاجات تانية على الاقل يعني. على الاقل حاجه لو ما فيش كوره على الاقل نفسيا. ما هي بقى الشق البدني حاجه والفني، بس الشق النفسي منسي يعني مش موجود. احنا شايفين ده في وش اللعيبه، في رياكشنات اللعيبه. لا اكيد يعني حتى محمد صلاح كمان لما يعني. لما جاب الهدف المباراه اللي فاتت، لا تبص على محمد صلاح، لا في حاجه. محمد صلاح محطوط تحت ضغط عصبي قوي جدا، مشيلينه يعني المنتخب يعني اكتر من كروش. محمد صلاح، محمد صلاح فين يا جماعه؟ محمد صلاح بيلعب مهاجم يعني عشان اظهر كويس. محمد صلاح بيظهر كويس في ليفربول عشان اللاعب نص الملعب بيلعب له 4-5 كرات عشان بيروح للجون. طب انا هروح محمد صلاح مثلا عشان انا محمد صلاح احسن لاعب في العالم، هروح اخد الكوره من عند محمد الشناوي واجيبها هدف؟ مفيش حاجه كده في الكوره صحيح بجد. فكل واحد محطوط تحت ضغط عصبي جدا. عندنا حلم، اذا كان لعيبه، اذا كان جهاز فني، اذا كان جمهور، اذا كان الناس المشرفين على المنتخب، كله حلم ان احنا ناخد البطوله. بس انا من وجهه نظري شايف ان ده وارد يحصل؟ لا صعب جدا. Yeah. طب بلاش خد الانقح منه، هل شايف انه وارد ان احنا فعلا نتاهل لكاس العالم باللي انت شايفه ده؟ بص، مباراه كاس العالم دي اصل دي مباراتين ممكن يحصل فيهم اي حاجه. روح ليبيا كانت مباراتين، وبعيدا عن كاس العالم تماما، ما ليبيا كان ماتشين شفت فيهم ما يصر؟ لا ما شفتش، بس الهدف ده مباراه في وسط مجموعه، كانوا افضل في وسط المجموعه انك انت لو خسرت تلحق، غير مباراه فاصله. بس لما تيجي تبص للخمس فرق التصنيف الاول، جزائر، تونس، مالي، السنغال، نيجيريا، فرق صعبه جدا. انت ما لو انا سالتك تتمنى تلعب مين؟ ترد عليا تقول لي ايه؟ لو ايه معلش؟ خمس فرق المنتخب مصر هيتحط في القرعه اللي هم بس جزائر وتونس ما كانوش افضل حاجه في امم افريقيا. المغرب، مالي، السنغال، انت من وجهه نظرك هتختار مين اللي المنتخب المصري يلعبه ونقدر نعمل معاه نتيجه؟ الأقرب. في الظروف العاديه هحتار في الظروف العاديه. لا في الظروف الجزائر وتونس مش الافضل، خلينا برده نقول تونس مش المعتاد ولا الجزائر المعتاد. هو ده انا من وجهه نظري، او بتمنى لما تيجي القرعه تشتغل يا رب منتخب تونس، يا رب منتخب الجزائر على الاقل. هي كانت صدمه امبارح اصلا للجزائر بصراحه، ما حدش برده كان متوقع ده. بس برده احنا برده مش عايزين ننسى ان البطوله مختلفه في بلد كاميرون، لعيبه محترفه، الملاعب ساعات بتسد النفس شويه كلاعب محترف، لكن لما يجي يلعب على كاس عالم لا الموضوع مختلف تماما. يعني احنا نفسنا لا 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 مباراه صعبه جدا. الجزائر متعشمين، احنا متعشمين لكن احنا كاداء المنتخب، لا المنتخب زي ما بيقولوا كده في مثل لا يسر عدو ولا حبيب. طب حتى على صعيد التصريحات، يعني كان راي حضرتك ايه في التصريحات اللي قالها كيروش في مراحل مختلفه، ابتداء من التصريح اللذيذ الاولاني خالص بتاع ان كاس العرب ده ما معناه يعني احنا جايين نقضي وقت نايس، وامم افريقيا كمان جايين نقضي وقت نايس، وحاسبوني على الوصول لنهائيات كاس العالم. ايه رايك في التصريحات دي؟ ما بص يعني ده اكيد لو قال الكلمه دي يبقى دي تصريحات مسؤولين قعدوا معاه، لازم نفهم كده. الناس اللي قعدت معاه وهو بيتعاقد معاه اكيد حسيت، مش هقول كلمته في كده، هي اكيد كلمته في كده. احنا اهم حاجه عندنا كاس العالم، احنا عارفين ان احنا رايحين افريقيا دي مش هناخد البطوله. فالراجل وصل له الاحساس ده بالنسبه للمسؤولين. طب ولو ده حقيقي حاجه ثانيه برضه، عايز حاجه ولا حاجه ثانيه؟ لا مش هقول لك حاجه ثانيه برضه. ما هو برضه انت وانت بتشتغل لازم تعرف انت شغال مع مين وهيوصلوا لايه. مع احترامي طبعا المنتخب المصري، لا المنتخب المصري مش هو المنتخب اللي يقدر ياخد البطوله دلوقتي. ممكن الظروف تساعدك وتقدر توصل لدوره الثاني، لكن لا مش المنتخب المصري اللي هو الافضل في البطوله. فعشان كده برضه انا كمدير فني او كمسؤولين لا عارف المنتخب بتاعي وصل لفين. بس دلوقتي هو وصل لفين ليه؟ ما هو وصل لفين ليه؟ ما حاجات كتيره بقى، لو اتكلمنا فيها مواضيع كتيره، لكن انا بتكلم على شكل او اداء لعيبه المنتخب او القماشه اللي موجوده الفتره دي. عندك مشكله في الاعمار مثلا، يعني اتكلم في نص الملعب المنتخب المره اللي فاتت متوسط اعمار عالي جدا، اذا كان عبد الله، اذا كان السوليه، اذا كان النني، الثلاثه كبار فوق ال 30. كنت اتمنى مثلا ان في وسط الثلاثه دول مثلا واحد صغير، يعني لازم اكون كده عندي كميه جري اكتر. طبعا ادائنا في المنتخب الكوره من الرجل للرجل ما فيش حد بيخترق، ما حدش بيطلع من نص الملعب يوصل. فاكيد هم يعني برضو مستر كروش عارف النقطه دي كويس جدا،
فعشان كده بيتكلم كل كلامه وتلاقي تصريحات على مباراه كاس العالم، تصفيات كاس العالم المباراه النهائيه. على كل حال احنا هنروح فين؟ ما احنا هنستنى ونشوف. عايزه بقى اروح مع حضرتك كابتن احمد للتشكيل الامثل دلوقتي للسودان، وربنا يسترها ان شاء الله. انا مش عيني على السودان خالص، مش فارقه والله. لا 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 انا بص، السودان مباراه، انا عشان من وجهه نظر مباراه سهله احنا بنقول كده ونرجع. لا لا هنكسب طيب. ان شاء الله ان شاء الله. بس انا عايز اخد مباراه السودان دي ايوه تحضير للمباراه دور 16. ايوه بمعنى ايه؟ ممكن نلعب الجزائر، ممكن نلعب غينيا، فرقه قويه. طب مثلا لو انت في المركز الثاني، في المركز الاول، فشكل المنتخب من وجهه نظري انا عندي فكر معين هشتغل بيه. ايه هو؟ في ظل اصابه الونش، في ظل اصابه فتوح، بتمنى ان شاء الله فتوح ان يلحق، لكن اصابه الونش العضله الامامية دي عضله رخمه شويه، ممكن تطول شويه اكرم. فعندي عمر كمال عبد الواحد ظهر باداء كويس قوي المباراه اللي فاتت، بس عمر عنده شغل هجومي اكتر، لو لعب عليه جناح قوي هيعمله مشكله. فالشكل من وجهه نظري انا اللي اتمنى ان هو يلعب بيه مباراه السودان، يلعب ثلاثه زي مستر موسيماني ما بيلعب في مصر او في بطوله افريقيا، يلعب ثلاثه، محمد عبد المنعم الثلاثه، ومحمد عبد المنعم واحمد حجازي وايمن اشرف، ادي الثلاثه، ودي حريه اذا كان عمر كمال عبد الواحد ناحيه اليمين واحمد فتوح، وخلي الثلاثه دول يدافعوا، والثلاثه دي هتديك قوه هجوميه قويه جدا زي ما بيعمل مستر موسيماني لما بيدي حريه لعلي معلول، وخلي ايمن اشرف ناحيه الشمال وبدر بنون واذا كان حمدي فتحي في المساك. نفس الطريقه دي لو اتعاملت مع المنتخب هيبقى عندنا قوه هجوميه، لان انت عندك بنص الملعب ممكن بقى تلعب حمدي فتحي والسوليه، وتدي فرصه لزيزو ورمضان مثلا، قدام هتلاقي محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد، فشكل المنتخب بالشكل ده انا من وجهه نظري هتبقى افضل. انت قلت في النص كده كلمه ذهبيه، لو اتعمل. لو اتعمل، ما انا بقول لك يعني هو قناعاته الكلام ده يبقى حلو لو اتعمل. انا قلت لك في وسط الكلام ان هو يعني احساسي كده من تصريحاته او كلامه او فكره في نسبه غرور شويه. السي في بتاعه اصل السي في بتاعه قوي جدا، وجاي بقى منتخب مصر على خريطه. مين منتخب مصر على الخريطه؟ لا منتخب مصر ده واخد ثلاث امم افريقيه ورا بعض، غير مثلا خمس ستة قبل كده، خمسه قبل كده. لا السي في قوي جدا، فانت لما تمسك منتخب مصر لا دي حاجه كبيره جدا. بس هو ريال مدريد، ايران في كاس العالم، فرق كتير جدا في كاس العالم، فالسي في بتاعه قوي جدا. فهو حاسس ان منتخب مصر ده قليل عليه من وجهه نظري. والله قليل عليك هتحقق حاجه. طيب يعني اتمنى بقى اتمنى يعني. بالظبط اتمنى بقى، عشان حتى مستر فنجاده قال تصريح غريب جدا، تحس ان بدا ياخد من المصريين. قال حاجه غريبه جدا بعد المباراه، قال لك هو محمد صلاح جاب الجون بقى، هو ايه؟ هو عارف ان التصريحات قالت هو محمد صلاح ازاي يلعب فيرود، محمد صلاح ازاي يلعب فيرود. فمحمد صلاح لما مصطفى محمد خرج لعب فيرود فجاب هدف، فبدا يرد على المصريين. هو بقى مصطفى محمد بقى محمد صلاح جاب هدف ازاي بقى، هو بيلعب ايه؟ انت خلاص بقى خلاص بقى مننا نخش بقى ونقح على بعض بالكلام. ليه حق الصراحه، ليه حق الصراحه، نورت الدنيا كلها النهارده بوجودك معانا يا كابتن احمد. بنشكرك جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. شكر جدا، نشوفك ونبقى مبسوطين بقى، ويبقى اداء مختلف ويعني سكور مختلف. ان شاء الله. لا لا ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله نفرح باذن الله. نورتنا يا كابتن احمد، وبنشكر حضراتكم على متابعتنا. نشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم، حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.